السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ندى النجار في الرابعة. عاملين ايه يا شباب؟ محاضرة النهاردة بعنوان البيزل جانجليا والسيربيلا. هتلاقوا في الكتاب عندكم الترتيب معكوس، بس أنا هبدأ بالبيزل جانجليا. الاتنين مع بعض يعتبروا الموتور بروجرامرز، بيحطوا البروجرام أو البلان يعني بتاعة الحركات، وبيبعتوها للكورتكس عشان الكورتكس تبعت للعضلات، في العضلات تقوم بالحركات دي. المحاضرة كلها طبعا موتور، فياريت يعني تخلوا بالكم اكيد انه ما تقعوش في فخ انه لو في ليجن فيهم هيحصل، فاختار حاجة فيها علاقة ليها علاقة بالسنسيشن يعني. تمام، سيربيلا موبيزل جانجليا موتور بس. طيب، البلانز اللي بيحطوها البيزل جانجليا عادة يعني بيحط البلانز وبروجرام يعني الحركات البطيئة، بيزل بي بطيئة، السيربيلم سريع. تمام، هنبدأ أول حاجة بالبيزل جانجليا. البيزل جانجليا هي عبارة عن مجموعة من النيوكليوي مع بعض، موجودة لاترال للسلامس. السلامس اللي هي شكل القلب الرصاصي اللي في النص دي. تمام، لاترال ليها اللي هو الألوان الأزرق والبينك دي. طيب، المجموعة من النيوكليوي دول المفروض ان هم خمسة، ماشي؟ هم خمس أجزاء. أول ثلاثة اللي هم دول اللي هما الملونين دول أهم تلاتة. أول واحدة البينك دي جلوبس باليدس. جلوبس باليدس يعني الكورة، يعني جلوب كورة. تمام، الأزرق اللي حوالين الجلوب ده القشرة، فاسمه بيوتيمين يعني قشرة. الجلوبس مع البيوتيمين الكورة بالقشرة اللي عليها الاتنين سوا لينتيفورم نيوكليوس. تمام، طيب الكوديت اللي هو الأزرق اللي فوق لوحده ده اللي هو شكل ديل. تمام، ديل يعني كيوديت. الكيوديت مع البيوتيمين الاثنين عاملين نيوستريتم. نيوستريتم، تمام كده. يبقى انا عندي الثلاثه الاساسيين دول اللي هما الجلوبس باليدس والبيوتيمين والكيوديت، كل اتنين يعني البيوتيمين مشترك. تمام، واحفظ اللينتي فورم والنيوستريتم. حفظت الاسامي، اقلبوا على السلايد اللي بعدها. طيب، هنا نفس الرسمه اهو. هنا في على اليمين لسه ما قسمش فيها حاجه، على الشمال واخد فيها سيكشن يعني. تمام، الكيوديت ديل اهو، ديل اهو نيوكليوس. طيب، بعد كده السلامس واللينتي فورم الاثنين ورا بعض. بعد كده لما جه خد السيكشن الكيوديت فوق الجلوبس باليدس اهي، جلوبس باليدم، البيوتيمين القشره ورا منها، البيوتيمين مع الكيوديت عاملين النيوستريتم، والبيوتيمين والجلوبس مع بعض عاملين اللينتي فورم نيوكليوس. تمام، وادي الايه الثالمس، لو جه قطع السكشن هيبقى ده مكانها يعني. طيب، عاوزاكم تاخدوا بالكم من حاجه، ان الثالمس لما بيجي يرسمها بيرسمها بشكل مثلث، قاعدته كده بتكون لتحت. تمام، عشان عندنا الاثنين الباقيين من انا قلت البيزر جانجل هي خمسه، قلت منهم ثلاثه هم وحفظناهم. الاثنين التانيين اللي هي الدايره والمثلث التاني بس اللي قاعدته لفوق، الدايره سب ثالمس عشان هي تحت الثالمس يعني، والسبستانشيا نيجرا اللي هي المثلث المقلوب بقى، عشان في الدايجرامز اللي هناخدها هتلاقوا المثلث مش هيكتب عليه ده ايه، فالمفروض احنا نبقى حافظين ان المعدول السلامس لو مقلوب يبقى سبستانشيا نيجرا. تمام كده، سبستانشيا نيجرا اللي هي المادة السوداء يعني. تمام، طيب، تمام. طيب، احنا جينا قلنا ان الاتنين اللي هما كبيزل جانجليا وكسيربيلم يعني، بس البيزل جانجليا بالذات عشان دي الموضوع يعني، المفروض ان هي بتحط بروجرام للحركة. حلو، البروجرام بتاع الحركه اللي هي بتحطه المفروض ان هو على ثلاث مراحل، في ثلاث مراحل لحد ما الحركه تحصل. اول مرحله وهي تجهيز الخطه نفسها. الخطه نفسها يعني هنحط مثال ونطبق عليه. المثال عندنا ان حد شايف اسد. تمام، لو انا شفت اسد ورايا من ورا مني في طريق، وفي اخر الطريق في شجره، فانا هفكر في ايه؟ هفكر، هو طبعا وقتها مش هفكر يعني، لو فكره ان مخ يعني هيجيب الفكره دي. الفكرة دي بقى اللي هي هروبي من الأسد، ان انا عاوز اهرب. تمام، وان انا شايف أسد فههرب. طب ليه ههرب؟ لان انا عندي في الذاكرة بتاعتي ان الأسد ده حاجة مخيفة وممكن ياكلني وكده. تمام، يبقى اجتمع حاجتين. اجتمع ايه؟ اجتمع السنسيشن اللي انا المعلومات الحسية اللي انا حسيتها باللي انا شفته، والذاكرة بتاعتي ان الأسد ده شيء خطر، زي مثلا لو طفل مش هيجري مش عارف. تمام، طيب، الاسوشيشن ارياز اللي موجوده في الكورتكس، الاسوشيشن ارياز دي اللي بتجمع
شغلها يعني قائم على اللي هو المعلومات اللي بتاخدها من السنسيشن او بتاخدها من الميموريز. حلو كده. طيب دي بقى الفكره بتيجي من الاسوسيشن ارياز دي وبتروح داخله على البيزل جانجليا. فالبيزل جانجليا تروح حاطه لها البلان بقى، تقول له ايه انت المفروض البلان بتاعتك انت تهرب، فهتلف وشك ماشي وهتجري الشارع ده كله وهتطلع الشجر. حلو، دي البلان. البلان دي لوحدها ما تاكلش عيش، لازم يقول لي هعمل ده ازاي، يعني هلف وشي هشغل انهي عضلات. تمام، طب انا هطلع الشجر هشغل انهي عضلات كده. تمام، دي بقى اللي هي الخطوه الثانيه اللي هو البروجرام بتاع التنفيذ اللي هو الاكسكيوجن، اكسكيوجن او الاكسكيوتنج يعني. تمام، البروجرام بتاع برودكشن اوف موفمنت بقى. حلو، دي المرحله الثانيه اللي هو والبروجرام ده برضو بيحصل جوه البيزل جانجليا. يعني انا في الاول وديت المعلومه للبيزل جانجليا وقلت لها ان انا في حاجه مخوفاني المفروض اعمل ايه، المفروض كذا كذا، وبعتت للمخ تاني. فالمخ راح بعت للبيزل جانجليا كمان مره يقول لها طيب قولي لي انفذ الخطوات دي ازاي، فراحت بعتها له تاني الايه البروجرام بقى بتاع الحركه اللي هينفذها بالظبط. تمام، يقوم بقى خلاص هو استوعب هيعمل ايه، يقوم بقى الكورتكس نفسها تروح جايه منزله بقى للايه للعضلات تقول لها يلا نفذي البروجرام الايه البيزل جانجليا بعتتهولي. حلو، دي التلات خطوات. البلان اللي حطتها البيزل جانجليا بتتضمن اربع حاجات. اول حاجه انهي موفمنت هعملها، ان انا الموفمنت ان انا هلف وهجري واقطع الشارع وهطلع الشجره، دي الموفمنت. وات موفمنت ويل بي دون ان وات سيكونس، ايه ترتيب الحركات، ترتيب الحركات اللي انا هعملها. ما ينفعش الاقي جسمي بيتصرف ان هو طالع شجره وانا لسه ما لفتش، او يجري وانا لسه ما لفتش، انا كده هجري في اتجاه غلط. تمام، فلازم الترتيب، ادي تاني خطوه في البلان. تالت خطوه في البلان، يعني تالت حاجه موجوده في البلان، يعني اني احدد السرعه بتاعه الحركات اللي انا هعملها، هتتحرك بسرعه كذا. رابع حاجه حجم الحركة، يعني هتتحرك لحد المنطقة الفلانية وهتقف وهتكمل الحركة الجديدة التانية. تمام، اللي بعد منها ده السايز بتاع الايه الموفمنت. حلو كده، دي الأربع حاجات بتوع البلان. الكوجنيتيف كنترول، كوجنيتيف كنترول اوف الفولنتري موفمنت، الكلمة دي معناها اللي هو تحديد ايه هي الموفمنت وانهي سيكونس هتمشي عليها. تمام، دي معنى كلمة كوجنيتيف كنترول. حلو، الموضوع ده بيتم ازاي؟ قلنا الاسوسيشن ارياز اللي في الكورتكس بعتت للبيزل جانجليا، دخلت البيزل جانجليا عن طريق الكودات نيوكليوس. حلو، يبقى البلان عشان تدخل البيزل جانجليا دخلت عن طريق الكودات نيوكليوس، لفت جوه في البيزل جانجليا وطلعت للكورتكس تاني. اللفه اللي لفتها دي دايره صح، من الكورتكس للكورتكس مرورا بالكودات نيوكليوس، عشان كده اتسمت كودات سيركت. حلو، طيب لما ترجع للكورتكس هل هتطلع لنفس المكان؟ اكيد لا، يعني ملهاش لازمه بقى، هنطلع لمكان تاني، مرحله تانية. مرحله اللي هو هتطلع المكان التاني اللي تدخله هي الموتور ارياز اللي حوالين الموتور اريا رقم 4. موتور اريا رقم 4 دي اريا التنفيذ، ما ينفعش اطلع البلان البسيطه دي لاريا التنفيذ، لا ده انا لسه البلان عايزه تفاصيل زياده اكتر. فالتفاصيل الزياده دي بتروح، التفاصيل الزياده دي لازم ارجع تاني للبيزل جانجليا ياخدها، ودي في المرحله الثانيه. المرحله الثانيه انه المعلومه يعني او الرساله بتنزل من الموتور اريا اللي حوالين اريا رقم 4 وتنزل للبيزل جانجليا تاني، بس مرورا بمين؟ بالبيوتامين نيوكليوس. تمام، بالبيوتامين، البيوتامين اللي هي القشره يعني، فبتلف اللفه وتبقى اسمها بيوتامين سيركت وتطلع للكورتكس تاني. طب لما تطلع للكورتكس هتدخل فين؟ اكيد هتدخل في مكان تاني بقى اللي هو منطقة التنفيذ اللي هي الموتور اريا رقم 4. المرحلة الرابعة التالتة هو بقى تنفيذ الحركة، يقوم يجي الموتور اريا هتنزل الاوردر بتاعها عن طريق البيراميدال تراكت، والبيراميدال تراكت يمشي انتيريور هورن يروح رايح اللي هي الالفا موتور نيورونز، فتشغل الايه المصل فيقوم الشخص يجري. تمام، ده كمثال، وممكن يتطبق بقى على اي امثله في حياتنا، اي حركات بنيجي نعملها من اول بدايه الرغبه في الحركه لحد تنفيذ الحركه. تمام كده، طيب يبقى دي الستيجز. الستيجز دي هنبني عليها حاجات كتير. اولا انا عاوز اعرف السيركت ايه، السيركت دول هناخد تفاصيلهم دلوقتي. كمان الموضوع ده كده بيعرفني الوظيفه بتاعه البيزل نيوكليوس، احنا كده عرفت اهميتها وشغلها وكده. قدام بقى هنلاقي
هنلاقي ان في الفانكشنز هنستدعي نفس السلايد دي. تمام، طيب هنا اهو ادي الكوديت سيركت على اليمين وادي البيوتيمين سيركت على الشمال. الكوديت سيركت قال ان هو جالها من الاسوسيشن ارياز، جالها يعني الحاجه اللي عندها اللي هو الفكره اللي عندها فكره الهروب، نزلت للكوديت نيوكليوس. طبعا المفروض ان هي مش هتطلع على طول على الموتور اريا اللي حوالين 4، لا بتعدي الاول. الكوديت هو اللي بيطلع الرساله. تمام، يعني الكوديت نفذ البلان، يعني جاب البلان وجهزها. لازم البلان تتحط في صندوق، عشان الصندوق هيوصل صندوق البريد كده يعني، فالصندوق ده اللي هو الجلوبس باليدس اللي هو الايه الكوره يعني. الجلوبس باليدس المفروض تطلع تطلعها على الكورتكس، بس الكورتكس من كتر ما هو مهم مفيش اي امبلس تقدر انها تطلع على الكورتكس من غير ما تعدي على الثالاموس. تمام، الثالاموس هو السكرتاريا بتاعه الايه البرين يعني، فيقوم داخل على الثالاموس الاول وبعد كده هيطلع لفوق. طيب في هو بس معلومه على الماشي يعني، الاولفاكشن يعني الشم، حاسه الشم هي الوحيده، العصب رقم واحد يعني، هو الوحيد اللي بيطلع للمخ يعني من غير ما يعدي على الثالاموس. تمام، هو الوحيد. طيب الثالاموس لما نيجي ناخدها قدام يعني، مش في المحاضره دي، لما تيجوا تاخدوها هتلاقوا فيها نيوكلياي كتير. النيوكلياي المتخصصه باستقبال الحاجات الاوردر يعني المعلومات اللي طالعه عن الحركه زي دلوقتي هي الفنترولاترال نيوكليوس والفنترو انتيرير نيوكليوس. تمام، هما الاثنين نيوكلياي دول طلعوا على الموتور اريا اللي هي حوالين الاريا رقم 4، اللي هما بقى مين، اللي هي البري فرونتال والبري موتور والسبلمنتال موتور. بري فرونتال، بري موتور، سبلمنتال موتور. تمام، طيب دي راحت بعتة قالت لا احنا محتاجين تفاصيل زياده، فهنرجع للبيزل جانجليا تاني تحط لنا ايه حاجه تفاصيل ازيد للحركات، فهتنزلها برضو. احنا قلنا ان اسمها ايه، اسمها بيوتيمين سيركت، يبقى هتنزل اولا على البيوتيمين. البيوتيمين جهز لها البلان، هيرميها في الصندوق اللي هو الجلوبس باليدس. جلوبس باليدس يدخل على السكرتاريا، فينترو انتيريور نيوكليس وفينترو لاترال نيوكليس اللي موجودين في الثالاموس. تقوم السكرتاريا تروح مطلعها على الموتور اريا، والموتور اريا بدورها هتنزل بقى الايه الاوردر بتنفيذ الحركه. تمام كده، تمام. طيب في بقى حاجه اسمها كونكشنز. كونكشنز يعني الاتصالات بتاعه البيزل جانجليا باللي حواليها. في اتصالات بين البيزل جانجليا والكورتكس، تمام، اللي هما الاثنين سيركتس اللي احنا لسه واخدينهم دي متصلين بالكورتكس. وفي اتصالات ما بين البيزل جانجليا وما بين يعني ما بين النيوكليوي ببعضها من جوه، وفي اتصالات ما بين البيزل جانجليا وما بين السباينال كورد تحت. تمام، يبقى فوق وتحت وهي نفسها، ده اول اتصال. خلاص احنا مش هنقول تفاصيل تاني بقى، احنا فاهمين ايه اللي حاصل. طيب تاني حاجة اللي هي ما بين البيزل جانجليا في جوه البيزل جانجليا، الاتصال ده عبارة عن ايه؟ المفروض البيزل جانجليا زي ما احنا شايفين، وهناخد كمان في الفانكشن بتاعتها ان هي بتأثر ازاي على الحركة وكده. لو الشغل بتاعها، لو هي بقت عندها فرط اكشن يعني اوفر اكشن هتأذي، ولو عندها برضو الاكشن بتاعها اقل هتأذي. ففي بالانس ما بين الاكسيتاتوري امبلز اللي بتأثر عليها والانهبيتوري امبلز اللي بتأثر عليها. حلو كده. طيب الاكسيتاتوري اللي موجودة على اليمين، الدايجرام اللي على اليمين، والانهبيتوري الدايجرام اللي موجودة على الشمال، اللي بيحصل ايه في الاكسيتاتوري؟ الاكسيتاتوري بيحصل ان الثالاموس بتطلع استايل كولين. حلو، الاستايل كولين ده بيروح داخل على الكوديت وبيروح بيدخل على السترياتم، النيو سترياتم اللي هو الكيوديت والبيوتيمين الاثنين سوا. تمام، اللي هم ايه عليهم الدايرتين اللي فوق. ممكن امسك القلم ده وده. حلو كده. طيب يبقى الاستايل كولين اهو طلعته مين، الثالاموس. الثالاموس لو هرسمها كده قاعدتها تحت. طيب طلعت الاستايل كولين، عمل استيميليشن لدول. لما يعمل لهم استيميليشن للسترياتم يقوم السترياتم يطلع ايه، هيطلع النيورو ترانسميتر اللي هو الجبهه. يبقى انا كده في اول نيورو ترانسميتر قلته استايل كولين طالع منين، طالع من الثالاموس رايح على مين، على الاسترياتم اللي هم مين، اللي هم الكوديت والبيوتيمين. حلو، حلو جدا. طيب بعد كده حصل لهم ستيميليشن، هيطلعوا لي تاني نيورو ترانسميتر اسمع اسمه اللي هو الجابا. الجابا ده انهبيتوري، بيعمل انهبيشن لمين، بيعمل انهبيشن للاتنين اللي مرسومين الباقيين اللي هم الجلوبس باليدس. تمام كده، واللي تحت اللي هو مثلث المقلوب اللي قاعدته فوق ده بيبقى السبستانشا نيجرا. تمام كده، اللي هي السودا دي. اللي حصل ان السبستانشا نيجرا
دي هي سودة فعلا، قلبها اسود كده، هي مش عايزة البيزا الجنجل تشتغل، هي هتقعد تهبط فيها، تديها دوبامين يهبطها، فتقوم فعشان يحصل البالانس ده ما بين الدوبامين اللي هي بتطلعه، فكان لازم يطلع حاجة تقلل شغلها شوية، فاللي بيقلل شغلها هو الجبهة بقى اللي طالعة من الاستريتا بس كده. تمام، طيب يبقى تاني بقى نقولها من تاني. الباسوي ده اسمه ايه؟ اسمه استرياتو نيجرال، استرياتو لانه طالع من الاسترياتم، نيجرال عشان رايح للسبستانشا نيجرا، وكمان رايح للبالدم، يبقى استرياتو باليدال. تمام كده. انهي نيورو ترانسميتر اللي شغال فيه؟ الجابا، جابيرجيك باسوي. تمام كده. ده ايه؟ ده ستيمولاتوري. الجابا ده انهبيتوري ولا ستيمولاتوري؟ الجابا انهبيتوري، بس انهبيتوري للسبستانشا نيجرا. تمام، والسبستانشا دي انهبيتوري، يبقى انا عملت انهبيشن للحاجه اللي بتبطئني، فانا كده هيحصل لي ستيميوليشن. تمام، طيب يبقى عشان ما الاقيش كلمه ستيميوليشن مثلا فاستبعد كلمه جابا، لا ما افهم الكلام بيقول لي ستيميوليشن لايه بالظبط. تمام، والجابا عموما هو انهبيتوري بس. تمام، طيب التانية بقى دي بقى بيقول الشغل بتاع الستريتم نفسها، اللي بتاع السبستانشا نيجرا. تمام، سبستانشا هي طلعت الدوبامين، طلعته وديته لمين؟ وديته للاتنين اللي كانوا بيأذوها، اللي هما الكوديت والبيوتامين اللي هو الاسترياتم يعني. عشان كده الباسوي ده اسمه نيجرو استرياتم، لانه من السبستانشا نيجرا للاسترياتم، استخدم انهي النيورو ترانسميتر؟ استخدم الدوبامين اللي هو، فعشان كده الدوبامينرجيك باسوي. تمام، ده تالت نيورو ترانسميتر نقوله، يبقى ستايل كولين، جابا، دوبامين. اعرف كل واحد طالع منين، كل واحد بيعمل ايه. الستايل كولين هو الوحيد ستيمولاتوري، والاتنين التانيين انهبيتوري. تمام، ولكن الجابا انهبيتوري يساهم في الاستيميوليشن. تمام، طيب تالت كونكشن وهو اللي بقى بين السباينال كورد. المفروض انه في كونكشن ما بين السبسالاموس والسبستانشا نيجرا، بمين؟ باتنين ار واتنين في. اتنين ار الريتيكولار فورميشن وريد نيوكليس متوصلين بيهم، والاتنين في فيستيبولار نيوكليس، والاوليفري هنمشيها في، ماشي في يعني في الاوليفري، والانفيرير اوليفري نيوكليس، كل الاتصال بتاعه يعني دول البيزل جانجليا متوصله بدول، يقوموا دول منزلين في السباينال كورد تراكتات باساميهم. ريتيكولو يبقى ريتيكولار، ريتيكولو سباينال، روبرو سباينال، فيستيبولو سباينال، اوليفو سباينال، بالترتيب يمشوا في السباينال كورد باسم ايه بقى؟ جزء من الاكسترا بيراميدال تراكت. تمام كده، او الاكسترا بيراميدال سيستم. حلو، يبقى دول الثلاثه ايه؟ كونكشنز. اكيد في كونكشنز تانية يعني هي متوصله بالسيربيلم مثلا الكابيزل جانجليا، ولكن الكونكشنز دي ما بتبقاش مهمه قد كده، عشان كده ما ايه ما اتقالتش. تمام كده. طيب ناخد الفانكشنز بقى. الفانكشنز احنا هنعيد نفس الكلام اللي احنا قلناه على الشخص اللي كان مقابل الاسد. تمام، البيزل جانجليا of one side are related to the opposite side of the body. حلو، يعني مش معنى ان انا شفت حاجه اصلا مش هتحرك، يعني عشان انا هعمل حاجه يعني لو البيزا جانجليا على اليمين هي اللي استوعبت الموقف، مش معناه ان الشخص ده هيجري بجنب واحد، هو هيجري عادي برجلين الاثنين. تمام، فهي مربطين ببعض يعني. طيب فاكرين كلمه كوجنيتيف كنترول؟ قلنا كوجنيتيف كنترول دي كانت في البلان، في تحديد حاجتين من البلان، تحديد الـ اي حركه هنفذها، والسيكونس بتاع الحركه اللي هو ترتيب الحركه. تمام، طيب دي اسمها ايه؟ كوجنيتيف كنترول. كوجنيتيف كنترول يبقى اول وظيفه كوجنيتيف كنترول. اصلا كان اول خطوه، اول ستيج يعني، كان فيها البلان، صح؟ وقلنا البلان على مرحلتين، اللي هو الكوجنيتيف كنترول الحركه والترتيب، والحاجه الثانيه تحديد السرعه بتاعه الحركه والسايز بتاع الحركه. تمام، فهو جاب اول ستيج وهيقسمها اتنين، وهيعمل منها اتنين فانكشنز. طلعنا اول فانكشن من اول حتتين في البلان، تاني حتتين في البلان هنعملها فانكشن تانية. تمام، ففي كلتا الحالتين الاتنين فانكشنز دول مين اللي مساهم فيهم؟ انهي سيركت؟ الكوديت سيركت. تمام، اللي هي اول سيركت قلناها. تمام كده. طيب لو في مشكله في البيزل جانجليا، الوظيفه دي هتحصل؟ مش هتحصل. طب مش هتحصل، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هو هيقف شويه يقعد يفكر، ده اسد والاسد ده حيوان مش عارفه ايه، المفروض دلوقتي هيكون اتاكل يعني. تمام، قبل ما يكمل تفكير، فهياخد لونج تايم علشان ايه؟ يعمل الحركة يعني. طيب تاني فانكشن اللي هي الباقي، اللي هو انها بتتحكم في سرعة وحجم الحركة اللي هتحصل،
وده بيعمل لنا حاجة اسمها فيكسد سكيل. وانا بعمل اي حركة، يعني مثلا لو احنا بنكتب، لو انا بكتب على كتاب، على ورقة، بتلاقي خطي كله مظبوط والسايز بتاعه كويس. لو انا بكتب على سبورة هكبر الخط شوية اكيد باللي يتناسب معاها. لو حد قال لي بسرعة هكتب في الامتحان، لو مستعجلة بكتب بسرعة، الدنيا حلوة بكتب بالراحة، صح؟ انا بتحكم براحتي. ده بقى بفضل مين؟ بفضل البيزل جانجليا. تمام. فيكسد سكيل يعني الاداء بتاع حركتي ثابت، نفس الريتم اللي انا ماشي عليه. لو باظت فكده هعمل لما اجي اعمل الحركه هتبقى الحركه كرود، يعني مش حلوه، السكيد مش مظبوط. تمام. طبعا اللي بيعمل الموضوع ده مين؟ الفضل لمين؟ الفضل للكوديت سيركت برضو. تمام. طيب هعرف ان الشخص ده عنده المشكله دي ازاي؟ لما اجي اقول له مثلا اكتب حاجه الاقيه بيعمل زي الاطفال، يعني يكتب مثلا الحرف كبير كده والحرف جنبه صغير، او يرسم وش انسان تلاقي رسم عين هنا كبيره والعين التانيه صغيره، مش عارف يظبط الاتنين زي بعض. تمام. طيب دي تاني فانكشن، وتاني واللي هي تاني جزء من اول ستيج في الموفمنت. تمام. تاني ستيج كانت ايه؟ تاني ستيج كانت اللي هو البلانينج ثواني، اللي هو وضع بقى خطة التنفيذ نفسها، صح؟ طيب وضع خطة التنفيذ نفسها هنا في الفانكشن، يعني راح جاي هو خدها هي وتالت ستيج في حاجة واحدة، اللي هو حط الخطة بتاعة التنفيذ وبينفذ الحركات. يبقى فكرة ان انت عندك خطة محفوظة في دماغك وبتخليك دايما تنفذ الحركة دي تعمل لك سكيلز، صح؟ يعني لو حد دايما النجارين والناس، يعني السكيلز اي سكيلز بنعملها، الكتابة، الكورة، بقطع بمقص، مش عارفة، مش كل مرة هقعد استدعي نفس المعلومات نفس الحاجة، يعني كل مرة هقعد اكونها من جديد، لا مفيش كده. فكون ان البيزل جانجليا موجوده فده خلى عندي دايما بلانز محفوظه بالحركات، فبقى عندي سكيلز. تمام. فده دي تالت وظيفه ليها، تمام، اللي هو كنترول السكيلد موفمنت. طبعا الخطوه التانية من الستيج كان فيها انهي سيركت؟ كان فيها البيوتيمين سيركت. تمام. عشان كده هنا لما جمع 2 و3 مع بعض، فلما جه حط سيركت قال بفضل البيوتيمين سيركت بتحصل الفانكشن دي. حلو. طيب رابع فانكشن بقى، وهي الفانكشن دي مش بأهمية التلاتة التانيين، هي وكمان تأثيرها بيكون قليل شوية. تمام. بتأثر على المسل تون. فاكرين الرسمة لما أنا شرحت لكم المسل سبيندل والجولجي تندون مش عارفة ايه الكلام ده، وقلنا المسل تون ورسمنا الرسمة، الحاجات اللي بتبعت للجاما والحاجات اللي بتقلل الجاما وحاجات بتزود جاما، وقلنا وكنت رسمه لكم فوق كده كود، وقلت ده كودت لوب، ده بيزود ال يعني الجاما، فبالتالي يزيد بيزيد التون، الماسل تون. تمام. بيزيد الماسل تون. واليوم التانية كنا عاملين قلب، وقلنا ايه اللي انتي فورم لين واللي انتي فورم كده، وقلنا ايه ده يقلل بيهدي شوية فيقلل الايه التون. حلو. طيب يبقى انا كده عندي، طب انا كده البيزل جانجليا عندي فيها حاجة بتزود التون وعندي حاجة بتقلل التون، بس بالراحة الانتيفورم بيقلل، الانتيفورم ده جزئين، بيوتيمين والتاني دي اللي هي الجلوبس، صح؟ يبقى الجزئين وجزء، يبقى الجزئين يكسب، صح؟ فعشان كده هو التوتال التوتال افكت على الماسل تون ان هو بيكون انهبيتوري. حلو كده. بس عموما يعني بالنسبه للماسل تون عموما بقى اللي بجسمي، نسبه تاثير البيزل جانجلي عليه مش زي مثلا الماسل سبندل عليه. تمام. الحاجات التانية يعني اللي هو كان في عندنا مثلا النيو سيريبيلم والحاجات الباقيين كلهم، باقي الخمس حاجات اللي بتأثر اكتر من الايه، من جزء البيزل جانجل. خلصنا ده كله، ندخل بقى على الديسوردرز بتاعت البيزل جانجل. ديسوردرز البيزل جانجليا هي الباركنسونيزم. حلو. الباركنسونيزم ممكن يقول لي باركنسونز ديزيز، يبقى انا عارف ان هو قصده باركنسونيزم. ممكن يقول لي الباراليسز اجيتنس، يبقى انا عارف انه قصده ايه، الباركنسونيزم. طيب ايه سبب الباركنسونيزم؟ سبب الباركنسونيزم فاكرين ال connections اللي كانت جوه البيزل جانجليا نفسها، كان في عندنا 2 سيركت او 2 باسويز اللي هو الفاسيليتاتوري والانهبيتوري. الباركنسونيزم معناها ان البيزل جانجليا بتشتغل كتير قوي قوي قوي، اللي بتشتغل كتير معناها ان الانهبيتوري باظت. تمام. اللي هي النيجرو سترياتال دوبامينرجيك باسوي ده باظ، او الدوبامين اللي كان بيشغله مش موجود، اختفى، او ريسبتورز بتاعه الدوبامين مش موجوده. تمام.
يبقى دول ايه، ده اللي بيخلي الباركنسونيزم يحصل. ايه بقى السبب بتاعه؟ يعني لما المفروض ده اللي مش موجود، فالتانية هي اللي هتركب صح. يقوم يجي الاستايل كولين شغال، عمال بيعلي في الكوديت، والكوديت مفيش حد بيسكته، عمال يعمل انهيبيشن للتانية، والتانية ما بتطلعش دوبامين، فالبيزل جانجليا بقى عندها اوفر اكتيفيتي وكده. تمام، يبقى ابسنس الدوبامين عمل اوفر اكتيفيتي للاستايل كولين، وبالتالي زاد الاكشن بتاعها. طيب السبب بقى ايه اللي عمل اللي بوظ الباسوي ده اللي هو الانهبيتوري باسوي؟ في 4 اسباب. الباسوي نفسه لو باظ، الباسوي نفسه اللي هو كان نيورونز ومش عارف ايه كده، لو باظ هيبوظ بسبب الاتنين الخضر اللي تحت، ان هو مثلا عنده افتر انكفالايتس، كان اصلا تعبان في مخه ولا حاجه، فالنيورونز حصل لها حاجه، او هيت تروما اتخبط فبرضه حصل لها حاجه. تمام، دول سهلين هنخلصهم. بعد كده اهم سبب بقى اللي هو البرتقاني، اللي هو الايجنج. الايجنج يعني بالسن بالعمر، او ايديوباثيك بنفس الكلمه، يعني الايديوباثيك معناها ملهاش سبب، يعني زي العمر، ما هو اللي بيكبر بيعيا لوحده كده، هو ملوش سبب عشان هو كبير وخلاص وجسمه بقى تعبان. ده الموست كومن كوز. تمام، الدوبامين عمال بينقص، والدوبامين ريسبتورز عماله تتكسر، بيحصل لها ديجنريشن. المرض عاده اللي بيحصل له ديجنريشن كده للريسبتورز، مثلا اللي يعني المرض اللي بيحصل بسبب ديجنريشن في الريسبتورز او كده، بيبقى اسمه ديجنريتيف ديسيز. واشهر ديجنريتيف ديسيز موجود في البرين هو الباركنسونيزم. تمام، طيب تمام كده، يبقى انا عرفت السببين اللي تحت الخضري تمام، واللي فوق بسبب نقص الدوبامين او دوبامين ريسبتور، دي بسبب الايدجنج، وده اشهر سبب. السبب التاني ان انا بيكون في عيانين انا بديهم الفينوسايازين، ده مهدئ ماشي، ترانكويلايزرز، ده دي الجروب بتاعت الفينوسايازين يعني، او اي دراج عموما بيجي يقفل الدي 2 ريسبتورز، الدي 2 اللي بيشتغل عليها الدوبامين. يعني انا رايح اقفل الريسبتورز بتاعت الدوبامين، يبقى الباسوي والدوبامين موجود، كل حاجه مظبوطه، بس الريسبتورز مقفوله. تمام، يبقى لما اجي اعالج عيان بحاجه زي كده، احط في اعتباري ان ده ممكن يسبب له باركنسونيزم، فادي له حاجات تفتح الايه الريسبتورز بتاعت الدوبامين وكده. تمام. طيب الصوره دي بتاعت الراجل ده مريض الباركنسونيزم، بعرفها ازاي؟ بعرفها ان احنا عندنا هنلاقي جسمه ريجيد، جسمه كله مخشب. تمام، هنلاقي عنده الحركات بتاعته بقت تقريبا مش بيتحرك اصلا، تقريبا مش بيتحرك، او لو بيتحرك فهو حركته قليله. هنلاقي عنده تريمورز، ايديه عنده في اسود حوالين منها كده، معناها ان ايديه عماله تتحرك يعني تريمورز. تمام، دول 3 حاجات اساسيين في المانيفستيشن بتاعه عيان الباركنسونيزم. يعني كل واحده منهم بترتب عليها حاجات تانية. تمام، هنقول وبعد كده نرجع او بل يعني شوفوا الرسمة كده خلاص. هنقول بقى، وممكن نبقى نرجع للصورة تاني يعني لو حسينا ان احنا محتاجين. طيب اول واحدة في المانيفستيشن هي الريجيديتي، ان جسمه ناشف. تمام، جسمه ناشف يعني في هايبرتونيا في كل المسلز، التون عالي جدا، المسل كونتراكتد قوي، وهو قاعد مرتاح كده، متخيلين مخشب. طيب لما كان في الابر موتور نيورون ليجن، ابر موتور نيورون، لما جينا بنقطع قلنا مش بيبقى عندي في اي حاجه بتفاسيليتيت يعني الجاما كده غير الفيستيبولر. تمام، عشان كده بيبقى دايما الحاجات التون بيزيد، الاكسيتابيليتي بتاعه المسل سبندل بتزيد كده في الابر موتور نيورون يعني. طيب الابر موتور نيورون بيحصل فيها هايبرتونيا، تمام، والريجيديتي معناها هايبرتونيا، يبقى المفروض ان انا عايز اعرف الفرق ما بينهم. عندنا في الريجيديتي بتاعه الباركنسونيزم، الماسلز اللي هي الفليكسورز بالذات بتكون ريجيد اكتر، فعشان كده وضع الراجل كان متني فليكسد. تمام، متني كده فليكسد، فواخد الفليكشن اتيتيود. في الابر موتور نيورون ليجن الهايبرتونيا بتافكت الانتي جرافيتي ماسلز. تمام كده، بتافكت مين؟ الانتي جرافيتي ماسلز اللي هي عاده اكستنسورز. طيب اكستنسورز سواء في الـ افتكر الابر واللور، يعني افرق ما بين الاثنين يعني، سواء ابر او لور، انا ما كملتش الكلام، ما علينا. المهم يعني هي انتي جرافيتي ماسل، يبقى دي ابر موتور نيورون ليجن. في الفليكسورز اكتر من الاكستنسورز، يبقى دي في الباركنسونيزم، ريجيديتي في الباركنسونيزم. طيب نوع الريجيديتي، الريجيديتي بيكون ليها انواع، في عندي ثلاث انواع، هو تلات، مش هنقول 3 اسامي للريجيديتي يعني. كلاسب نايف ريجيديتي، دي تبقى مع الابر موتور، كلاسب نايف اللي هي المطوه، زي لما قعدنا نعمل المطوه وايديه ورجليه ومش عارفه ايه،
وفجأة الريزيستنس تختفي وايديه ايه تتحرك بسهولة. تمام، دي في الابر موتور اللي احنا قلناها هناك مع الايه مع الجولجي تندون والمسل سبيندل. تمام، طيب دلوقتي بقى في اتنين، الباركنسونيزم عنده حالتين، يا اما ليد بايب كاني بتني انبوب رصاص على طول الوقت كل ما بحرك ايديه في مقاومه 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 لحد الاخر، او كوج ويل. كوج ويل الفرق ما بين الكوج ويل يعني عماله بتني ايديه فتتني شويه، طبعا بتتني بصعوبه شويه، بيتني بصعوبه وبعد كده يقف، وبعد كده يتني بصعوبه وبعد كده يقف كده، يعني فاهمه اللي هو ايه، الحركه ما بتمشيش على طول كده، حتى لو في مقاومه مش بتمشي على طول، لا بتمشي شويه تقف شويه تقف شويه تقف، كانه ترس عمال احرك ترسين على بعض كده. تمام، الفرق ما يعني اللي بيحكم ده ولا ده على حسب التريمورز، لو عنده تريمورز هتبقى كوج ويل باعتبار ان ايه كوج ويل عمال بيقف يقف يعني فيها حركه كده، فيبقى دي معاها تريمورز، اللي مش معاها تريمورز ليد بايب بتمشي بسهوله بس في مقاومه بس. تمام، طيب ايه السبب بقى، ايه السبب اللي خلى التون يزيد مع الباركنسونيزم؟ ماشي، طبعا ممكن يجي في بالكم حته انه هو مش البيزا جانجليا كان ليها دور اصلا ان هي انهبيتوري على الماسل تون، والباركنسونيزم معناها ان البيزل جانجليا بقت عماله تشتغل اكتر، طب ليه ما قللتش الماسل تون وبنقول دلوقتي زودته؟ اولا عشان احنا قلنا في الاول ان تاثيرها على الماسل تون بيكون اساسا يعني لا يذكر تقريبا، ماشي، فبالتالي مش هتكفي يعني قصاد كل الحاجات اللي بتعمل هايبرتونيا اللي هتبقى موجوده، هيبقى عندنا هي بس تعمل هايبوتونيا، لا هيبقى التون عالي برضو. تمام، طيب الحاجة التانية بقى يعني الحاجة التانية ان هو اصلا بيقول انه البيزل جانجليا لما بتشتغل كتير بيكون ليها دايركت افكت على الالفا موتور، الالفا موتور بتاعت العضلات اللي هو اللي بيخلي العضلة تنقبض، هي بتروح تبعت الالفا موتور يشتغل على الفاضي كده. تمام، يبقى هي طول ما حصلها ستيميوليشن كتير هي بتبعت الالفا موتور بس، لا وبتبعت كمان للجاما، الجاما اللي هو بتاع المسل سبندل، وبكده يشتغل المسل تون تاني. تمام، يبقى بتبعت الاتنين الفا موتور وجاما موتور وجاما افرنت للمسل سبنت. تمام، طيب في الابر موتور نيورون الهايبرتونيا اللي حصلت فيه كان بسبب ايه؟ كان بسبب ان انا سبت الفيستيبولار نيوكليس، والفيستيبولار نيوكليس كانت بتبعت للمسل سبندل عن طريق الجاما افرنت بس. تمام، يبقى في الابر موتور بعت لجاما بس، اما في الباركنسونيزم بعت لجاما والفا. تمام، يبقى ده الفرق اهو، يبقى الريجيديتي لما جيت قلت هايبرتونيا عرفتها في 3 نقط، عرفتها في السبب بتاعها، وعرفتها في الشكل بتاعها، وعرفتها في شكل الفليكشن اللي هيكون في جسمه، يعني شكل جسمه هيبقى ايه. وكل واحده فرقت ما بينها وما بينها وبين شكلها في الابر موتور. تمام، طيب تاني مانيفستيشن اكاينيزيا، الاكاينيزيا معناها انعدام الحركه، او هايبوكاينيزيا او برادكاينيزيا يعني الحركه تبقى اقل او الحركه تبقى ابطا، ما علينا الفكره نفسها ان هو في صعوبه في الحركه وخلاص. طيب الحركة أنهي صعوبة في أنهي حركة بقى؟ في عندنا 4 حاجات، أول حاجة هيكون في عندي صعوبة في إن أنا أبدأ الحركات الإرادية عادي. تمام، أي حركة إرادية عاوز يعملها هيلاقي فيها صعوبة، جسمه كله مخشب غصب عنه. الحاجة التانية الحركات اللا إرادية أو الحركات اللاواعية، يعني حركات أصلا بتحصل وأنا مش قاصد، زي لما نيجي نمشي ونحرك إيدينا. تمام، لما نيجي نتكلم مع حد ويحصل يبقى في اكسبريشنز على وشنا مستغربين، او في اكسبريشنز بتبين، الاكسبريشنز دي احنا ما قصدناش نعملها. تمام، هي بتحصل مع الحركه مع بتحصل مع الموتور عموما، على الحركه الاكتيفيتي اللي احنا بنعمله يعني. طيب الحاجه اللي هو كمان البلينكينج بتاع عينينا، احنا بنرمش كتير واحنا مش قاصدين نرمش. تمام، فهو هيفقد حركته اللي هو الاراديه اللي هو عاوزها هيفقدها، كمان الحركات اللي هي في subconscious associated movement associated مع ايه؟ associated مع النورمال movement العاديه، يبقى هي حركات لا اراديه بتبقى مع الموفمنت العاديه. فبالتالي هيبقى وشه مفيش expressions، هيبقى ماسك فيس، دراعاته مش هتتسوينج كده مع الحركه وانا ماشيه، يبقى loss of swinging of the arms during walking، loss of blinking of the eyes، مش هيرمش بعينيه. طيب بالنسبة تالت حاجة في حركته متأثرة، مشيته هيبقى عنده حاجة اسمها شافلينج جيت، شافلينج جيت بيزحف، ماشي بيزحف بيزحف لأنه جسمه ناشف لدرجة أنه مش قادر يقاوم أنه يتني رجله ويرفع ويتني ويرفع وهكذا، لا حوار، فايه هيمشي يزحف أسهل له. تمام، طيب الحاجة الرابعة في قلة الحركة الديس أرثريا، ديس أرثريا يعني الكلام
مفيش كلام، هو مش عارف يتكلم. وبالتالي طبيعة الكلام بتاعته بتكون في شكل ايه بقى؟ بتكون في شكل monotonous speech، slow monotonous speech. يعني انا بتكلم ساعات مثلا صوتي بيعلى، مثلا بعمل صيغة سؤال، صيغة مش عارفة ايه كده. لا، هو تون واحد، يعني مثلا slow monotonous speech، زهقان متعصب مش عارفة ايه، هو زهقان فرحان متعصب، نفس التون وبطيء، بيتكلم ببطء، مجهود كبير عليه. تمام. طيب، يبقى كده اول حاجة خدناها كانت الريجيديتي، تاني حاجة خدناها كانت الايه، الاكينيزيا، تالت حاجة بقى هي التريمورز. التريمورز اللي هو ايه، التعاشات اللي هتقعد تحصل في جسمه دي. التريمورز المفروض ايه، احفظوا التريمورز دي كويس مواصفاتها، علشان هنيجي في الاتاك زي بتاعه السيريبيلم هنلاقي في تريمورز تانية، فنفرق ما بين التريمورز دي والتريمورز دي. اولا هي ستاتيك تريمورز، ستاتيك تريمورز يعني مش بتظهر غير وقت الراحه، يعني هو نايم تظهر مثلا، تمام، يبقى تظهر وقت ريستنج بس. بتأفكت ايه، بتأفكت الديستال جوينتس، سمول ديستال جوينتس، يعني الحاجات الصوابع كده مش عارفه ايه. يبقى لما تيجي تبدا بتبدا بالديستال جوينتس، مش البروكسيمال، يعني مش الجوينتس مثلا بتاع كتفه ولا كده، تخيل عمال بيترعش من كتفه كده، لا لا، هو بس الصوابع الصغيره دي. فبتبقى بشكل ايه بقى، بشكل بيل رولينج، كانه بيسبح كده، او كانه بيلف سجاره، سجاير، سيجرت رولينج فورم، ده الشكل بتاعها. يبقى ستاتيك تريمورز او ريستنج تيوم تريمورز، بتافكت الديستال سمول ديستال جوينتس، بتبقى في شكل البيل رولينج او السيجرت رولينج. الناس دي بقى عشان هي بتبقى وقت الريست تريمورز دي، تتخيل واحد قاعد كده وعمال يتهزك، هو بيبقى متضايق، فعلشان كده عادة يعني تلاقيهم يمسكوا سبحة، بحيث ان هو ايه، كأنه هو بيسبح قاصد، يعني هو عمال يحرك ايده قاصد عشان بيسبح. ماشي. طيب، بعد كده بقى اخر حاجة هو في البيزل جانجليا، بس اخر حاجة هو التريتمنت. بعالجها بطريقتين، عندي ميديكال تريتمنت وعندي سيرجيكال تريتمنت. الميديكال تريتمنت انا عندي الفكره ايه اصلا في الباركنسونيزم، عندي الدوبامين قليل والاستايل كولين كتير، يبقى في الفكره بتاعت العلاج يا اما اقلل الاستايل كولين، ماشي، اندي انتي كولينرجيك دراجز، تمام، يا اما نزود الدوبا، تمام. ازود الدوبامين ازاي بقى، بزوده ممكن بثلاث طرق. اول طريقه ان انا احقن دوبامين، تمام، بس مش بحقن دوبامين بقى، بحقن ال دوبا. ال دوبا ده من البريكورز، هو بريكورزر للدوبامين، يعني هو مرحله بعد منها لو حصل ديكربوكسيليشن ليه يتحول لدوبامين، بس عشان يعدي البلاد برين بارير لازم يدي ال دوبا، لان الدوبامين ما بيعديش بلاد برين بارير. ماشي. احقن ال دوبا، يدخل دوبا ديكربوكسيليز، يكسر حته منه ويقوم ايه، يتحول لدوبامين. ادي خطوه. طيب، ممكن لو انا مش عايزه بقى ال دوبا والحوار ده كله، ندي ايه، ندي اجونست للدوبامين، يعني حاجات شبهه اللي هو البروموكريبتين، يبقى يا اما ادي دوبامين يا اما ادي حاجه شبهه، يا اما احافظ على الدوبامين اللي موجود في جسمه وما يتكسرش، فاعمل انهبيشن للانزيم اللي بيكسره. الانزيم اللي بيكسره اسمه ايه، اسمه المونامين اوكسيديز، تمام كده. فانا بديله مونامين مونو امين اوكسيديز انهبيتورز، زي مين، ال دبرانيل، تمام كده. ال دبرانيل ده بينهبت الدستراكشن يعني بتاع الدوبامين، تمام. دي اول حاجه. طيب، السيرجيكال تريتمنت حاجتين، يا اما ان انا اعمل امبلانتيشن، هو عنده لو انا عرفت يعني ان المشكله عنده سباستنشا نيجرا، اروح حاطه ازرع له سباستنشا نيجرا من فيتس، يعني اجيبها من فيتس وازرعها له. بس طبعا الموضوع ده مش بيعيش يعني شهر، كام شهر يعني، وملهاش لازمه وكده. طيب، الحاجه الثانيه ان انا ممكن اعمل دستراكشن للفنترولاترال والفنترولانتيريور نيوكلياي بتوع الصلمس اللي هما كانوا موجودين في السكرتارية. مش انتوا اللي كل ما اي حركة تحصل من البيزل جانجليا تقوموا تطلعينها على الكورتكس، خلاص ما نكهربهم هما بقى وخلاص، والبيزل جانجليا تصيح مع نفسها ومفيش الكورتكس طالع له اي حاجة، فجسم الراجل يبقى تمام. تمام. بالالكترو كواجوليشن، بالكهرباء يعني. فلما ده يحصل بتوقف السيركت، السيركت اللي هي الفيدباك سيركت، يعني اللي هم الكلوزد سيركت اللي هم الكوديت او البروتيمين سيركت يعني. دول كانت بيتيمين ولا كانت بيتيمين، تمام. دي الايه، ده التريتمنت بتاعها. طيب، في بعد كده ايه، كام سؤال هنقولهم وبعد كده ندخل في الايه، في السيربل. طيب، ده بيشنت عنده تريمورز، ماشي، وعنده بريديكاينيزيا وعنده ريجيديتي. يبقى في تريمورز وبريديكاينيزيا وريجيديتي، يعني الثلاث حاجات اللي احنا جينا قلناهم في
في مواصفات الباركنسونيزم في المانيفستيشن كانوا 3 مانيفستيشن اساسيين صح. طيب هو جه اتشخص بايه؟ اتشخص نيورو ديجنريتيف ديس اوردر، وبعدين جه قال ان المرض اللي عنده ده بقدر ان انا اعالجه بال دوبا ماشي كده، او كارب دوبا اي حاجه يعني. طيب السي تي سكان شاف ان هو عنده بيجمنتد سيل لوس في السبستانشيا نيجرا، يبقى السبستانشيا نيجرا بتاعته ناقصه حته. انهي نيورو ترانسميتر انفولفد في الاوردر في الديس اوردر ده، انهي نيورو ترانسميتر هو تسبب في الموضوع ده؟ وخلوا بالكو، تسبب في المانيفستيشنز، مش تسبب بوجوده مش بغيابه. تمام اختاروا بقى، لو في مشكلة يعني بقوله في الكومنتس. طيب انهي جملة من دي صح تبع الباركنسونيزم؟ الكلام مش محتاج ان انا اترجمه. هنا بيقول which part of the brain produces dopamine، مين بيطلع الدوبامين ماشي، فبرضو ايه دي. طيب بعد كده هندخل على السيريبيلم. تمام السيريبيلم اللي هو المخيخ، عندنا السيريبيلم ده اناتوميكالي يعني بتقسم لانتيريور لوب وبستيريور لوب، وعندنا الفلوكيولو نودولار لوب ماشي. دي الصوره اللي هي على اليمين، انتيريور لوب اللي هو الجزء اللي قدام ده، البستيريور اللي هو ورا منه يعني، والفلوكيولو نودولار ده اللي هو الجزء بيبقى ورا منه كده. انا شايفه السيريبيلم انت اكيد واخدين ده في الاناتومي ماشي، مش محتاجه ان انا اعيد، ان شاء الله يعني تكونوا فاهمين كويس. تمام كده. طيب والتانية برضو الصورة اللي هي اللي جنبها دي، واخد سيكشن سيجيتال سيكشن، باينة هو برضو الانتيرو لوب فوق، بعد كده في فيشر، بعد كده بستيرو لوب، بعد كده فيشر، وبعد كده الفلوكولينوجيلر لوب. طيب ده بقى ده الاناتومي. احنا ندخل بقى على الفسيولوجيكال ديفيجنز بتاعتنا. الفسيولوجيكال ديفيجنز عندنا مقسمين السيربيلم لتلات اماكن يعني. الجزء اللي هو الفلوكيولو نودولار اللي هو الجزء الاصفر اللي تحت ده، ده اسمه فيستيبولو سيربيلم ماشي كده. فيستيبولو سيربيلم يعني مسؤول عن الاتزان، وليه اسم تاني اللي هو الفيستيبولو سيربيلم يعني اللي هو كان بيتسمى الاركي سيربيلم. الاركي اللي هو القديم يعني او العتيق. تمام طيب ده القديم خالص. في بقى واحد متوسط في الحداثه بين الحداثه والقدم يعني، اللي هو السباينو سيربيلم. السباينو سيربيلم اللي هو الجزء اللي هو في النص ده. تمام كده طيب الجزء ده عبارة عن الانتيريور لوب والميدل لاين. الميدل لاين يعني في البوستير يعني، واخد بصوا شايفين المنقط يعني، واخد الانتيريور لوب ونقط، خد الجزء المنتصف من البوستير لوب. تمام اسمه سباينو سيربيلم. ممكن عشان ما تلخبطوش مثلا افتكروا ان هو ده الجزء اللي شكله طويل صح، فعلشان كده اسمه ايه سباينو، كسباينال كورد طويل برضو كده ماشي. طيب السباينو سيربيلم ده شغلته ايه؟ بيكونترول الكنترول الانفولنتري موفمنت، انفولنتري موفمنت. طيب الجزء اللي هو بقى الباقي من البوستيريور اللي هو على الانحراف بقى ماشي، الجزء ده بقى اسمه سيريبرو سيربيلم. سيريبرو سيربيلم، السيريبرو سيربيلم ده احدث واحد، ليه اسم تاني اسمه نيو سيربيلم. تمام النيو سيربيلم، السيريبرو سيربيلم ده مسؤول عن الكنترول بتاع الفولنتري موفمنت. تمام يبقى الفيستيبلو تحت اسمه اركي، والسباينو سيربيلم اسمه باليو سيربيلم، والسيريبرو سيربيلم اسمه نيو سيربيلم ماشي. اللي تحت مسؤول عن اللي هو الايه الايكوليبريم الاتزان، والسباينو سيربيلم مسؤول على كنترول الانفولنتري موفمنت، والسيريبرو سيربيلم مسؤول عن الفولنتري موفمنت. تمام تمام السيربيلم عندنا فيه 3 نيوكليوي ماشي، 3 نيوكليوي دول موجودين ديب ماشي، ديب قوي يعني، المفروض ان هو فيه لايرز للسيربيلم ومش عارف ايه والكلام ده كله، بس هو ما قالش عندكم كده، هو اتكلم على طول على النيوكليوي. النيوكليوي عندكم ديب، موجودين في الديب لايرز يعني، عباره عن هما 3، الثلاثه دول دنتيت وانتربوزد وفيستيجيال. الدنتيت دي عشان شكلها مسنن كده شويه فدنتيت مسننه، الانتربوزد دي عشان هي ما بين دي ودي، الفستيجيال دي عشان هي شبه الشجره بتاعه الكريسماس اللي هي شجره الفيستيفال الاحتفال يعني، ففستيجيال نيوكليوس. حلو موجودين طبعا على كل جنب من ايه السيربيلم، على السيربيلم اليمين، على الفص اليمين والفص الايه الشمال. طيب النيوكليوس دي عباره عن دي المدخل والمخرج بتاع السيربيلم يعني، لو عندي حاجه في كونكشن مثلا داخل حاجه داخله السيربيلم هتعدي على النيوكليوي دي الاول، حاجه خارجه هتخرج من النيوكليوي دي. تمام
اي انبوت داخل لها، اي اوت بوت خارج منها. تمام. طيب المفروض ان احنا في فيستيبولار نيوكليوي اللي هي موجوده في المظله، اللي موجوده في المظله بتاعه ال ثواني كده، الفيستيبولار نيوكليوي اللي موجوده في المظله المفروض ان هي بتشتغل ك زي الديب سيربيلم، الديب سيربيلر نيوكليوي بالراحه في الفيستيبولار نيوكليوي دي اللي هي بتاعه الاتزان، اللي هي كان بيجي لها الامبلز من اسمه ايه الفيستيبولار ابريتس. تمام. فاكرين برضو الرسم اللي انا كنت رسماها بتاعه الفاسيليتاتوري والانهبيتوري، كان في ايه الفيستيبولار نيوكليوس كده كانت موجوده في الميد برين في المظله بتاعته. تمام. طيب هي شغلانتها يعني شغاله زي الديب نيوكلياي دول، حلو، شغاله كأن هي ده بسبب ان في دايركت كونكشن ماشي بين الكورتكس تمام كده وما بين الفولكلو نودولار لوب ماشي كده. الكونكشنز دي ما بين الكورتكس، ثواني ما بين الكورتكس بتاعه السيربيلم، الكورتكس بتاعه السيربيلم اللي موجود فيها النيوكلياي دول تمام، وما بين الفولكلو نودولار الفلوكلونيدولار لوب، الكورتكس بتاعة الفلوكلونيدولار لوب. تمام. من تاني يا شباب، سوري، الفيستيبولار نيوكليوي اللي موجودة في المظلة بتاعة الميد برين ببساطة اهو دي بتشتغل كأنها زي النيوكليوي اللي فوق دي بالظبط. طب هي بتشتغل زيها ازاي وهي اساسا مش جوه السيربيلم؟ لا، ما هي في كونكشن موصلاها بالكورتكس بتاعة الفلوكلونيدولار لوب. تمام. هي مسؤولة عن الاتزان كنيوكليوس، وهي متوصله بالكورتكس بتاعه الجزء من المخيخ اللي هو مسؤول برضه عن الاتزان. بس كده ماشي، سوري بقى على اللخبطه. طيب بعد كده بقى نيجي على الكونكشنز بتاعه السيربيلم. السيربيلم في حاجات بتدخل له وفي حاجات بتخرج منه ماشي. فالافرنت بتاعته عندنا اول حاجه، بصوا المربع المحطوط ده كورتكس وسباينال كورد، وبعد كده ريفو تكس ماشي كده، ريفو تكس. الكورتكس يبقى كورتيكو، بصوا الكورتكس عشان تدخل السيربيلم لازم تعدي على البونز. تمام. على البونز كورتيكو بونتو سيربيلر كونكشن، ادي واحد. يبقى الكورتكس لو في تراكت يبقى اسمه ايه كورتيكو سيربيلر على طول، لا في بونتو الاول بيعدي بالبونز، ادي الكورتكس. طب السباينال، السباينال كورد بيطلع للسيربيلم تو تراكتس، دورزال تراكت وفنترال تراكت او انتيريور وبوستيريور، يعني دورزال وفنترال، الدورزال اللي هو البوستيريور والفنترال انتيريور، سباينو سيربيلر تراكت. تمام. دي اول نقطتين. بعد كده الريد يعني ريتيكولر، فيبقى ريتيكولو سيربيلر ماشي. الفي فيستيبولر، يبقى الفيستيبولو سيربيلر. الاو اوليفو، اوليفو سيربيلر ماشي كده. طيب التي اي التي بس التي اللي هي التكتو، تكتو سيربيلر. الاكس يبقى اكسترنال اركيد فايبرز، الاركيد دي او ايا كان نطقها اللي هي بتاعه الجراسيل والكيونيت تراكت وبتاع اللي هو البروبروسبشن وكده. تمام. انا مش فاكره قوي يعني، بس هو كده ان شاء الله. تمام. يبقى الافرنت اهو، احفظوا اسامي التراكتات دي بالمربع ده يمكن يسهل عليكم شويه، ليفوتكس. تمام. طيب هنا الرسمه اهو، دي التراكتات اللي داخله للايه لل اسمه ايه للسيربيلم. هي هو المفروض ان هي مش ذات اهميه يعني، ولكن علشان ممكن يسالك انهي تراكت ماشي من انهي بيدنكل. احنا عارفين ان هو ليه 3 بيدنكلز بتوع الايه السيربيلم، في بيدنكل، في سوبيريور بيدنكل وميدل بيدنكل وانفيريور بيدنكل اللي هم الايه المداخل بتاعه السيربيلم. تمام. طيب المفروض انا دوري اعرف كل تراكت داخل منين. عندنا الوحيد اللي داخل من الميدل بيدنكل هو اللي داخل من النص اللي هو احسن واحد فيهم اللي هو الكورتكس اللي هو كورتيكو بونتو سيربيلر تراكت. تمام. طيب بعد كده اللي فوق، اللي فوق داخل منه اتنين ماشي كده، اللي فوق داخل منه اتنين، الاتنين اللي هم التكتم ماشي كده اللي هو بالتي، واللي تحت اللي هو بتاع السباينال كورد اللي هو الفنترال. تمام كده. الفنترال او الانتيريور، الانتيريور احلى من البوستيريور او الفنترال احسن من الدورزال، فما يدخلش من تحت يدخل من فوق. تمام. هو والتكتم. حلو. ناخد بس بالنا من حاجة مهمة جدا جدا جدا، ان الكورتكس بتعدي للأوبزيت سايد. تمام كده. يبقى الفايبرز بتاعت الكورتكس بتعدي للأوبزيت سايد، وده يخلينا نفهم حتة مهمة ان السيربيلم لما بيجي يتحكم في حركات جسمنا بيتحكم في السيم سايد ولا الأوبزيت سايد.
هو جاي له فايبرز من السيم سايد وجاي له فايبرز من الكورتكس من الاوبزيت سايد، يبقى ايه؟ هو بيتحكم في السيم سايد، يعني هو المفروض ان هو تو هيميسفيرز صح، يعني السيربيلم نصين، نص يمين ونص شمال. النص اليمين بيتحكم في نص اليمين ليه؟ لان كل التراكتات اللي جايه له جايه له من نفس اليمه. فحد يجي يقول طب ما الكورتكس جايبه له من اليمه العكسيه، طب ما احنا عارفين ان المخ بيتحكم في الجزء العكسي من الجسم، يعني بالعكس، يعني لما يجي له كورتكس من اليمين اعرف ان هي جايه له، جايه تتحكم في الناحيه الشمال، وباقي التراكتات هتكون جايه له من الناحيه الشمال. ولو جايه له كورتكس من الشمال يبقى هي بتتحكم في الناحيه اليمين، وباقي التراكتات هتكون جايه له من الناحيه اليمين. فاهمين قصدي؟ يبقى السيربيلم بيتحكم في نفس الاتجاه بتاع جسمنا، يبقى اي مشكله في السيربيلم بيكون في الابسيلاترال، في الابسيلاترال يعني في نفس الايه، نفس الجنب. ماشي. باقي التراكتات بقى تدخل من تحت، اللي هو باقي الاسامي اللي احنا قلناها قدام. ماشي، مش هنقعد نعيدها بقى. هناخد بس بالنا من حاجه في الفيستيبولار نيوكليوس. الفيستيبولار نيوكليوس بتدخل من جنبين، يعني بتدخل دايركت او اندايركت. دايركت يعني بصوا الكوكليا دي لما جت دخلت، هي فايبر منها نفسها دخل على طول هو نفسه للانفيريور بيدانكل، او دخل على الفيستيبولار نيوكليوس الاول وبعد كده راح طالع على الايه، الانفيريور بيدانكل. ماشي، سواء كان كده او كان كده. طيب بعد كده هنا بيقول ايه، بيقول دي بيتكلم على الدورزال والفنترال سباينو سيربيلر تراك. طيب اول حاجة عايزة اعرفها هما طالعين منين. ماشي، بصوا شايفين الكلارك، كلمة كلارك سيلز دي هنا البوستيرور هون، البوستيرور هون مطلع خط على طول، ده اللي هو الدورزال سباينو تراكت، وبعد كده ماشي لقدام، ماشي في نفس المكان ومطلع خط، مطلع تراكت، وماشي اليمة التانية للانتيريور يعني في نفس المكان مطلع تراكت، ومشي عمل كروس للميد لاين وطلع من اليمة الشمال، وبعد كده مطلع ايه، تراكت تاني. يبقى كده اعرف ان الاتنين يعني سواء كان دورزال او فنترال سباينو سيربيلر تراكت طالعين من البوستيريور هورن سيلز، او من البوستيريور البوستيريور هورن، يعني من عند مين؟ من عند الكلارك سيلز. تمام كده، المكان ده مليان كلارك سيلز. طيب الدورزال ده بيمشي بيروح مطلع له البروبريسبشنز، البروبريسبشن بتاعت نفس السايد، نفس السايد، وبتروح طالع على طول. ماشي، اليمة الفنترال بقى بيطلع، يعني الجنب الواحد بيشيل معلومات بيشيل للجزئين بتوع المخ صح كده، في الفنترال. يبقى الفنترال يعني مثلا انا بحرك ايدي اليمين ماشي كده، يقوم يطلع دورزل في اليمين للسيربيلم اليمين، ويطلع في الفنترال لليمين والشمال معلومات على اللي بتعمل ايد على اللي بتعمله ايد اليمين. تمام كده، في الفنترال يطلع معلومات في الاثنين. طيب نوع المعلومات اللي بتطلع في كل واحد، اللي بيطلع في الدورزال معلومات بالبروبريوسبشن، يعني وضع التندون المشدود قد ايه والعضله تنشن قد ايه والكلام ده كله. ماشي، اما بقى الكوبي بتاعه الكوبي بتاعه الاوردر، المفروض احنا لما نيجي ناخد الفانكشن بتاعه السيربيلم هنعرف ان هو بيظبط الفانكشن بتاعه الكورتكس. الكورتكس شغلانتها مش البيزا الجانجليا نزلت بعتت لها البلان صح، وراحت قالت لها اتصرفي كذا كذا، قامت الكورتكس غبيه شويه بتنزل بقى بكتره قوي، بتنزل كتير قوي، فلازم حد يكبحها كده يقولها بس كفايه كفايه كفايه. طب انا هعرف منين انه كفايه غير لو انا عندي معلومه باللي هي بتعمله؟ فالمعلومه بقى الكوبي بتاعه الاوردر اللي هي بعتته لازم تطلع للسيربيلم. طبعا بتطلع للسيربيلم في الفنترال بقى، فالفنترال لازم يطلع في الناحيتين. تمام كده، يبقى لازم الاتنين سيربيلم، الاتنين الفصين يكونوا على درايه بالعضلات اللي تحت بتعمله. ماشي، عشان كده الكوبي دي بتطلع فين؟ بتطلع في الفنترال، وكمان الفنترال بيشيل شويه كمان من البروبريوسبشن، يعني مش مجرد المعلومات بس، لازم معلومات كمان، ويديله كمان معلومات كده عن وضع العضله عامل ازاي وايديه في انهي وضع والكلام ده كله. تمام كده. طيب هنا بقى الافرنت اللي هم الحاجات التراكتات اللي طلعت بيتكلم عليها بقى ايه بشكل تفصيلي كده، فهنقرا سوا عشان لو في حاجه ما قلناهاش. اول واحد كان الكورتيكو بونتو سيربيلا، ده المعلومات اللي هو شايلها ده عن نية الكورتكس في العضلات. يبقى المفروض ان انا قلت السيربيلم بيعمل ايه، بيعدل الكورتكس بتعمله، فاللي بيعدل الكورتكس بتعمله بناء على ايه؟ بناء على المعلومات اللي هي اديتها له. ادي دي نيتي، بتقول له انا عاوزه اخلي الراجل ده يجري يهرب من الاسد ويطلع الشجره ومش عارف ايه، ودي المعلومات اللي انا اديتها له. تمام،
فهو يقول له تمام، يستنى العضله وهي بتتحرك، فالعضله بتتحرك بتبعت له عن طريق الفنترال اللي هي بتعمله، فيقول له يخرب بيتك ان ده انت كده بالمنظر ده العضله دي يعني الحركه هتأفر منه قوي، فيبدا يبعت للكورتكس تاني ويقول له ايه هدي شويه، او شغل العضلات اللي بتعاكس الفعل اللي انت لسه عامله ده عشان ايه توازن المعادله، فيجي مثلا عند الشجره بالظبط يكون وقف. تمام، فاهمين الفكره؟ ده بالظبط اللي بيحصل. يبقى ايه السيريبيلم لازم الاثنين تراكت دول يبقوا شغالين مع بعض، الكورتيكو بونتو سيريبيلر يقولوا نيته في الحركه ماشي كده. طالعه منين نيته دي؟ طالعه من الموتور والسوماتو سنسوري ارياز، سواء كان احساس وكان حركات بتروح رايحه للايه للسيريبيلم. التراكت التاني اللي هو الدورزال والفنترال، الدورزال والفنترال بصوا على تاني يعني تاني نقطه، سيبوا الاولانيه دلوقتي. بيبدا من الدورزال هورن اهو بتاع السباينال كورد عند الكلارك سيلز، الباسواي بتاعه الدورزال يمشي في السيم سايد في الدورزال كولم ماشي كده. ويروح داخل طبعا السيربيلم عن طريق اللي هو الانفيرو سيربيلر بدانكن، بيدخل منين بقى احنا عارفين من الرسمه. طيب بعد كده عندنا الفنترال ده بقى، ده بيمشي في الفنترال كولم على البوث سايدز، بيمشي في الجنب ده ويعدي كروس ويروح طالع كمان من الجنب من اليمين وشمال، بيطلع على الجنبين تمام كده، ويدخل للسيربيلم منين؟ قلنا بيدخل من السوبيريور بدانكل، الفنترال يدخل من اللي فوق. اول جمله بقى بيقول ان ده اسرع كوندكشن في السي ان اس في جسمنا بسرعه 120 في الثانيه. فطبعا تخيل فكره انه الكورتكس واحد بيهرب من اسد، والكورتكس بتقول للسيربيلم انا هعمل كذا، والعضلات هتطلع تقول لها انا عملت كذا، يقول له لا ظبط اللي انت بتعمله، ده كله في اقل من ثانيه، فالموضوع سريع جدا. فكان لازم فعلا التراكت ده يبقى من اسرع الايه اسرع حاجه في جسمنا يعني. طيب بعد كده هو بيقول يعني الترمينيشن بتاع الدورزال بيكون على السيم سايد، اما الفنترال بينتهي على البوس سايد ماشي. طيب الدورزال شايل ايه؟ شايل بقى البروبروسبشن عادي ماشي. بس يعني وقال يعني البروبسيشن اللي بينقله ده بيكون unconscious، يعني حاجات انا مش بحس بيها، يعني اكيد انا مش حاسس بفكره التندون في جسمي شكله عامل ازاي والعضله عامله ازاي، الحاجات دي كلها انا مش حاسس بيها تمام. والفنترال بينقل ايه؟ الفنترال بينقل نفس الكوبي بتاعت الانفورميشن او الموتور سيجنالز اللي نزلت من الكورتكس عن طريق الكورتيكو سباينال تراكت، و بيرفعها للسباينال للسيربيلم، وكمان شايل معاها شويه من البروبسيشن زي اللي شايلها الدوزر يعني تمام. طيب بعد كده عندنا ريتيكولو سيربيلر فايبرز، دي من الريتيكولر فورميشن عادي ما تكلمش شايله ايه. الفيستيبولو دي شايله الفيستيبولر، دي جايه من الفيستيبولر نيوكليوس، يعني عندنا الكوكليا بتبعت للفيستيبولر نيوكليوس، والفيستيبولر نيوكليوس بتبعت للسيربيلم، او زي ما انا قلت بتبقى دايركت من الكوكليا على طول على السيربيلم على طول ماشي كده. الكوكليا يعني يقصد الجزء اللي هو النون اوديتوري لابرنس اللي هو الجزء الفيستيبيول يعني ماشي، اسمه كده مش عارفه انت خدتها ولا لا. طيب بعد كده الاوليفو من الانفيريو اوليفري، بعد كده الاكسترنال اركيد اهو شايل البروبسيبشن، ده شايل البروبسيبشن برضو من الجراسيل والكيونيت نيوكليوي موديها للسيربيلم ماشي كده، من الجراسيل والكيونيت نيوكليوي موديها للسيربيلم. التكتو ده شايل الفيجوال والاوديتوري امبلس، لانه طبعا الفيجوال والاوديتوري السمع والنظر دول بيأثروا على برضو الاتزان بتاع الجسم وكده تمام. يعني لو واحد عنده مشاكل في السيربيلا مغمض عينيه ممكن يقع، لان هو بيعتمد بعينه ان هو شايف، فده مطمنه حاسسه ان هو واقف، لما مجرد ما يغمض السيربيلا ما بقاش يجيله امبلز بالرؤيه او يعني وقفته، فالسيربيلم اساسا مثلا عنده هو تعبان اصلا، فكده كده مش شغال الاتزان، هو معتمد في اتزانه على عينيه، فلما عينيه بتروح فممكن يقع تمام كده. فعشان كده العين كانت مهمه يعني، الفيجوال والاوديتوري امبلس تمام كده. بعد كده بقى الايه الكونكشنز التانيه كماله يعني اللي هو الايفرنت بقى، ايه اللي طالع منه نبص برضو على المربع، طالع منه للكورتكس ماشي كده. الكورتكس هيبقى اسمها ايه بقى كده؟ هيبقى اسمه سيريبيلو كورتيكال، لا احنا قلنا مفيش حاجه تدخل الكورتكس غير لما تعدي على السلامس، عشان كده اسمه سيريبيلو سلامو كورتيكال باثوي ماشي. طيب بعد كده التانيين بقى عندنا الري بي في ار، ري بي في ار، الري يبقى ريتيكولر، والبي بيزل جانجليا يعني، الفي فيستيبولار نيوكليوس، والار الريد نيوكليوس تمام. دي اسامي الايه التراكتات.
بيدخلوا بقى ويخرجوا منين وكده. عندنا الميدل، الميدل بدانكل مش بيدخل له، مش بيخرج منه حاجة، تمام؟ الميدل بدانكل مش بيخرج منه اي افرنت، هو ما دخلش منه حاجة واحدة بس اللي هو اللي كان جاي من الكورتكس هناك، تمام؟ الكورتيكو بونتو سيربيلر تراكت ده كان داخل من الميدل، ده الوحيد في الميدل. طيب عندنا بقى الكورتيكو ده السيربيلم بيطلع للكورتكس، بيطلع لها ناحية الاوبزيت سايد، تمام؟ وبيطلع للريد نيوكليوس الحمراء هناك، ماشي كده؟ الحمراء تحس انها حاجة حمراء كده يعني، لا لا ما تجيش جنبي، فيبعد عنها، تمام؟ فبيودي لها في اليمة التانية، والاتنين دول بيطلعوا من الايه، من الابر اللور اللي هو من السوبيريور. الانفيريور بقى يطلع منه الاتنين التانيين اللي هما الار اي والفي، تمام؟ احفظوا السكيم وطبقوا على طول، هتلاقوا الموضوع اسهل، تمام كده؟ طيب بعد كده بيقول البادي ريبريزنتيشن او برزنتيشن على السيربيلم، يعني جسمنا متعرف على السيربيلم ازاي، جسمنا متمثل عليه انه الانتيريور لوب، الانتيريور لوب الجزء اللي فوق ده جسمنا يعني مثلا لو ايدينا راسنا، المعلومات اللي بتيجي من راسنا بتيجي تحت كده، واللي بتيجي من رجلنا في المكان ده، واللي بتيجي من ايدينا في المكان ده، فلما جم رسموا كده لقوا ان احنا جسمنا متمثل بشكل مقلوب انفيرتد على الانتيريور، ولقوه في الجزء في البوستيريور لوب يعني في نصين، النص ده يعني ده بيكون بيتمثل في نص ومعدول، والتاني بيتمثل في نص ومقلوب، نص جسمنا يعني متمثل هناك ومعدول، تمام؟ اما فوق هنا النص بيكون شكله مقلوب. ده عموما يعني معناها ان الفايبر مثلا اللي جاي من المكان ده في جسمي هتروح لقطة على المكان ده في السيربيلا، ماشي؟ اعرفوا بس فين معدول وفين مقلوب وفين اللي واخد الشكل الجسم كله، واللي تحت ده واخد نصين، ماشي؟ طيب بعد كده بقى الفانكشنز بتاعه السيربيلم، احفظوا الجمله بتاعه ان السيربيلم اسمه سايلنت اريا اوف البرين. سايلنت اريا يعني اي امبلس بتروح رايحه للسيربيلم او بتخرج من السيربيلم انا ما بحسش بيها او ما بيبقاش في نتيجه عليها، صح؟ يعني الامبلس اللي بتدخل السيربيلم هي بتدخل تعرفه معلومه، تمام؟ انا ما استفدتش باي حاجه من المعلومه دي غير من رد فعل الحاجه اللي السيربيلم هيرد، زي الكورتكس كده، هي اديته معلومه رد عليها الكورتكس اللي اتصرفت، فانا شفت نتيجه تصرف الكورتكس ما شفتش نتيجه تصرف السيربيلم نفسه، تمام؟ فاسمه سايلنت اريا عشان كده، اي سيميليشن ليه مش هيعمل لي حركه ولا هحس بحاجه، تمام؟ طيب كمان هو ال كمان يعني ليه اسمه سيكريتوري، كانه السكرتير، سكرتير يعني مش معناه ان هو الحاجه الامبلز بتعدي عليه، سكرتير معناه ان هو بيساعده بيخدمه، تمام كده؟ بيداري عليه، بيداري عليه مشاكله كده، ماشي؟ فهو السكرتوري بتاع الكورتكس. فلما بنيجي نقول السلاموس سكرتوري، لما انا بحفظكم ان السلاموس هي السكرتوري، سكرتوري في الفانكشن يعني، او في السكرتوري بينا وبين بعضينا يعني، ماشي؟ انما السكرتوري عموما لغه علميه هو مين؟ السيربيل. طيب الفانكشن طبعا احنا قلنا ان هو ليه دور في الـ في الفولانتري موفمنت، ماشي كده؟ ان هو بيعمل كوردينيشن، كوردينيشن تناغم كده في الحركات بتاعتنا يعني، تمام؟ دي اول وظيفه. يبقى اول فانكشن اللي هو الكوردينيشن بتاعت الفولانتري موفمنت هو بيعملها، في عنده 3 حاجات تبع العنوان ده. اول حاجه هي البريكنج فانكشن، بريكنج فانكشن، بريكنج فانكشن يعني الكبح، خاصية الكبح كأنه فرامل يعني. ممكن ليها اسم تاني اللي هو سيرفو كومباراتور فانكشن. سيرفو دي هي ليها علاقة بالعربيات والفرامل وكده، دي ليها علاقة بكلمة بريكنج يعني. كومباراتور بقى عشان هو بيعمل كومبريشن، بيكمبير يعني الانتنشن بتاعت السيربرم اللي هو الكورتكس يعني، الانتنشن بتاعتها نيتها ان هي تجري المسافه الفلانيه، او مثلا نخليها بقى بغير الجري، نخليها ايه، واحد عاوز يحط ايده على مناخيره، تمام؟ فهو عشان يجي يحط ايده على مناخيره، هي السيريبرال كورتكس بعتت له الاوردر، فهي هي مخلوقه ان هي بتعمل اوفر شوتينج، تمام؟ ان هي بتبعد عن المكان الاساسي، تمام؟ هي مخلوقه كده، فهي هتيجي تبعد عن المكان الاساسي، فالانتنشن بتاعتها ودتها للسيربيلم، قالت له انا هعمل كذا كذا، وهو ايديه بتتحرك السيربيلم بيجيله، طبعا قلنا بيجيله الامبلز من تحت عن طريق اللي هو السباينو سيربيلر تراكت، يقول له البرفورمانس بتاع العضله اللي هو
بالفنترال تراكت والدورزال تراكت وكده، بيفهموا العضله شغاله ازاي. فهو فهم عمل ايه، عمل كومبير تمام كده، قارن ما بين البرفورمانس وما بين الانتنشن اللي هو عاوزها، ففهم ان هيحصل اوفر شوتنج، يقوم يبعت لها امبلز اللي هي كوركتنج امبلز، يقول لها ايه بقى، هو بقى يتذاكى يعني، انت كنت هتزودي قوي، فانا مش فانا هقول لك شغالي العضلات اللي هتضاد الشغلانه اللي انت عملتيها بالمقدار الفرق ما بين الايه، ما بين اللي انت كنت هتبعديه والمقدار بتاع المكان بتاع مناخيره. فاهمين الفكره؟ هو كان هيبعد مسافه 5 سم، يقوم يشغل 5 سم عضلات مضاده فيظبط على طول ايده على مناخيره. تمام كده، ده كله بيحصل في اقل من ثانيه، ثانيه دي كتير كمان. تمام، فعشان كده بنيجي ايدينا في نفس المكان اللي احنا عاوزينه، او اي حركه بنعملها عموما بيبقى فيه فرمله كده، الفرمله اللي بتحصل دي بقى. طيب ممكن يجي سؤال في بالكو، ليه طب ليه المخ ما يتصرفش من البدايه بشكل كويس وخلاص، يعني يعمل اللي هو ايدي تيجي على المناخير، مش لازم بقى شغل السيربيلم ده. فكان بيقول دكتور ناجي يعني، كان عملها مثال بالعربيه، لما يكون في انت عندك خط وانت عاوز تعدي الخط ده، هو الموضوع كان هيبقى بطيء جدا علشان تقدر ان انت تنفذ بالملي اللي انت عاوزه. تمام، فالحكمه بتقول سرع العربيه وامشي، ولما تيجي تقرم الخط دوس فرامل، صح؟ ده الحكمه بتقول كده. ففعلا المثال يمكن يقربها شويه في الفهم، فهو ربنا خلقها بالخلقه دي يعني. تمام، يبقى اول فانكشن بتساعد ان الحركات بتاعتنا تكون مظبوطه هي حركه الفرمله دي، ولو حصل ليجن يحصل اوفر شوتنج او ديسميتريا، يعني اختلال في القياس بتاع المسافات اللي انا محتاجها. تمام، اوفر شوتنج هيبعد قوي. طيب تاني حاجه بتنهبت التريمورز اللي هي الدامبنج فانكشن. دامبنج فانكشن يعني سموثنج للحركات، ماشي؟ التريمورز يعني ايه؟ لو كان مفيش سيربيلا وكان حصل اوفر شوتنج، فالمخ هيستوعب يقول انا بعدت ايدي قوي، طب خلاص هنرجع، فيرجع يقوم يرجع اوفر شوتنج الناحيه التانيه، وهكذا اوفر شوت اليمادي واليمادي، يعني يقعد حوالين المنطقه اللي هو محتاجها، يقعد يتحرك كتير لحد ما يوصل للمكان ده. الحركه الكتير اللي هي الحركه والحركه العكس منها دي اللي هي التريمورز، اللي هو الاهتزاز في الحركه ده، ده التريمورز، العضله والانتاجونست بتاعتها تشتغل وهكذا لحد ما يوصل. فطبعا السيربيلم دوره كان ان هو منع لي ان التريمورز دي تحصل، ماشي كده. بس يعني تمام. طيب المومنتم هنا بيقول اهو، المومنتم ده اللي هو زي القصور الذاتي كده، انه انا عملت اوفر شوتنج فهعمل الرد فعل العكس منها، اعمل اليمه التانية وهكذا. فالعضلات لو ما فيش برين ده اللي هيحصل، لو ما فيش سيربيلم ده اللي هيحصل، بس الحمد لله ان في سيربيلم يعني. تمام كده. طيب التريمورز اللي بتحصل بسبب غياب السيربيلم هي تريمورز عكس اللي كانت بتحصل هناك، التريمورز بتحصل هنا وانا بتحرك، عشان كده اسمها كاينيتيك تريمورز او انتنشن تريمورز او اكشن تريمورز. تمام، اللي هناك في الباركنسونيزم كانت ستاتيك. طيب تالت حاجة بيعملها عشان يساعد ان الحركة تحصل مظبوطة هي البريدكتيف فانكشن، دي بقى من اذكى الحاجات بجد، يعني ان هو بيتوقع الحركة اللي جاية هتبقى ايه، فبالتالي مش محتاج انك تقف عشان تستنى الاوردر اللي هيجي وهكذا، هو فاهم ايه اللي هيحصل. زي لما بنيجي نمشي مثلا، صح؟ لما نيجي نمشي هل بنعمل خطوة ونستنى؟ لا، هو متوقع ان اكيد الحركة التانية اللي هتعملها كذا، بدليل لما بنيجي نجري وحد يجي يقولك اقف، بنجري شوية كمان كده، صح؟ مش بنقف على طول يعني، بتلاقيني ايه مثلا حد يقولك بتصب حاجة يقولك كفاية، بتصب شوية كمان لحد ما تقف، بسبب ان كان في بريدكشن ان كان هيحصل الحركة كمان شوية بس انت وقفت. تمام، يبقى دي الايه، دي البريدكشن، او بيعمل بقى البلاننج والتايمنج وشغل بقى ان هو بيبريدكت النكست موفمنت والتايم اللي هو محتاج عشان يعملها كمان. تمام، فبيأهبه انه الموضوع ده هيحصل، فبيحصل سموثنج للموفمنت. تمام، يعني لو انا بالذات بتظهر بالذات لو انا بعمل حركة متكررة وبسرعة، عارفين لو نيجي نسقف اللعبة اللي هو بنسقف كده ونخبط على ايد بعض ومش عارفة ايه، او بعمل ايدي بفرد ايدي بوشها كده وبعد كده اقلبها على ظهرها واقلب ايدي وكده، او باجي اخبط بيانو، لعبة البيانو، او ايا كان اي حاجة بنعملها بسرعة محتاج البريدكتيف دي. طولت فيها قوي صح؟ بس هو يعني ده الكلام. طيب تاني وظيفة الكنترول بتاع المسل تون، كنا خدنا هناك في ال آه في ال
في الحاجات اللي بتحفز يعني المسل سبيندل والحاجات اللي بتعمل له انهبيشن، كان من ضمنها السيربيلم، كان نيو سيربيلم، نيو سيربيلم والباليو سيربيلم. ماشي، النيو ده بيستيموليت والباليو ده بينهبت. ماشي، سباينو سيربيلم اللي هو الباليو يعني، ماشي، السيربيلو سيربيلم اللي هو النيو. طيب السيربيلم بيعمل ازاي، بيأثر ازاي؟ ان هو بيبعت السيجنال بتاعته عن طريق ريتيكولار فورميشن، ينزل ريتيكولار سباينال تراكت، يروح رايح للجاما افرنت، يزود الجاما افرنت يعني للمسل سبيندل، فبالتالي المسل تون بيزيد. ماشي، بيتأثر يعني على حسب مين اللي اشتغل، النيو ولا الباليو يعني. طيب الكنترول بتاع الإكوليبريم، كمان هو بيعمل بالانس. البالانس ده بيكون بسبب اللوب اللي هو الفلوكلونيجولار لوب. ماشي، لو انا بعمل رابيد موفمنت، ماشي، زي الحركه اللي انا بغير في البادي بوزيشنز مثلا، او عارفين الناس اللي بترقص مثلا، ماشي، فالحركات دي سريعه جدا، فالبالانس اللي حاصل ده حاصل بسبب السيربيلا. تمام كده، لو انا جيت برقص او بحرك راسي، حركتها يمين وشمال، فهو مستوعب ان انا مايله ناحيه اليمين، فبالتالي يزود لي التون مثلا في الناحيه الشمال، بحيث ان انا ما اقعش وهكذا. تمام، فالبادي بوزيشن، تغيير البادي بوزيشن ده الفيستيبولار اباريتاس هو اللي بيكتشفه، بيبعت الامبلز للسيربيلم، السيربيلم بقى بيبدا ان هو يتعامل، سواء يزود مسل تون مثلا او كده، فعامل بالانس ما بين الاجونست والانتاجونست مسل كونتراكشن وقت الرابيد تشينجز في البادي بوزيشن. تمام، العضلات اللي هي كده يعني دي زادت قوي، نشغل الانتاجونست بتاعتها ويعمل بالانس. تمام كده، طيب بعد كده الليجن بقى، يعني المشكلة بتاعة السيربيلم هي الأتاكسيا. تمام كده، الأتاكسيا معناها incoordination في الفولنتري موفمنت، وبس ما يكونش فيه شلل، يعني هو مش مشلول، ماشي، بس هو بيعمل حركات غلط أو مش عارف يعملها خالص أو كده. تمام، الأتاكسيا دي يا إما في نوعين من الأتاكسيا، يعني sensory أتاكسيا وعندي موتور أتاكسيا. تمام، sensory والموتور. السنسوري هنا ملهاش علاقه بالسنسيشن، ان انا هفقد احساس، لا، هو الفكره في السنسوري ان هو فقد الـ يعني البروبوسيبتيف سنسيشن اللي كانت بتوصل له، دي راحت. تمام، دي راحت خالص، ما بقاش توصل له، ماشي، فهي ما بقتش توصل له، هيكون بسبب ايه؟ بسبب الدورزال روت ده اتدمر، كان عندنا الفايبر والنيرف يعني لما بيجي يطلع كده من السباينال كورد كان بيطلع بتو روتس، اللي هو الدورزال روت والفنترال روت، فالدورزال ده بقى اتاكل بسبب مرض اسمه تيبس دورزاليس. ماشي كده، تيبس دورزاليس، او الدورزال كولم نفسه، الدورزال كولم اللي هو شايل البروبوسيبشن ده نفسه هو الايه اللي اتدمر. تمام كده، طيب من تاني معنا السنسوري اتاكزيا، قلنا ايه؟ قلنا ان انا الفكره الاتاكزيا عموما يعني كوردينيشن اوف موفمنت، انا مش عارف اتحرك كويس، يا اما مش عارف اتحرك كويس بسبب مشاكل في اداء الحركه نفسها، يا اما في مشاكل ان انا مش حاسس اصلا العضلات شكلها ايه، فانا عمال بهبل وخلاص وانا مش حاسس. تمام، ممكن اكون هقع فانا مش جاي لي معلومات ان انا هقع فبقع. تمام، طيب دي السنسوري اتاكزيا يعني، وقلنا انه السبب بتاعها طبعا انا كده فقدت البروبريسبشن. تمام، دي سنسيشن انا فقدتها. الديجنريشن حصل ديجنريشن للدورزال روت ده في مرض التيبس دورزالس، دورزال ودورزالس. تمام كده، تيبس دورزالس، وحاجه تانية ان دورزال كولم نفسه اتدمر، الدورزال كولم ممكن يتدمر قلنا في مرضين. تمام كده، في مرضين، مرض اللي هو اسمه سب اكيوت كومبايند ديجنريشن اوف الكورد، ده مرض بيحصل بسبب غياب الفيتامين بي 12، فيتامين بي 12 بيغيب في انيميا اسمها البرينيشيس انيميا، اللي هي الانيميا الخبيثه. الانيميا دي فيتامين بي 12 لما يختفي ده اساسا مهم في بناء النيورونز وكده، فخلاص بيحصل ديجنريشن في النيورونز، ومن ضمن النيورونز اللي بتبوظ اللي هو الدورزال كولم. تمام، طيب في اتاكزيا اسمها فريدريكس اتاكزيا، لو كنت بنطق الاسم صح يعني، الاتاكزيا دي اوتوزومال ريسيسيف ديزيز، هو مرض بيوس اوتوزومال يعني هو اصلا متنحي، يعني مش بيجي غير لما يجمع اتنين جينز يعني. تمام، طيب من الاب والام، هو برضو بيدمر، بس بيدمر الدورزال روت ومعاه كمان اللي هو السباينو سيربيلر تراكتس. تمام كده،
اللاترال، اللاترال كولن سباينس ريبيلر اللي هم اللاترال الانتيريور والفنترال، وكمان بيدمر اللاترال. تمام، يبقى بيدمر الكولمز التلاتة. ماشي، دي بالنسبة للايه، للسنسوري اتاكزيا. بعد كده لو في ديفكت بقى في النيو سيربيلم، ديفكت في النيو سيربيلم اللي هي مسؤولة عن الفولنتري، التحكم في الفولنتري موفمنت وكده، ده بيكون بقى دي الموتور اتاكزيا. يبقى السنسوري بروبسبتيف، بروبسبتيف يعني ليها علاقة بالمعلومات اللي طالعة من السباينال كورد. الموتور اتاكزيا يبقى المشكلة فين؟ في النيو سيربيلر، في النيو سيربيلم يعني. ماشي كده. طيب المانيفستيشن، المفروض ان احنا عندنا ال اسمه ايه، السيربيلم يعني، المفروض ان هو فيه ديب نيوكلياي وعنده كورتكس مش عارف ايه والكلام ده. فهو بيقول انه المانيفستيشنز بتظهر، مانيفستيشنز بتظهر لما الديب نيوكلياي هي اللي تتدمر. يبقى الفكره عندي العبره بالنيوكلياي مش بالكورتكس بتاعت السيربيلم او كده. ماشي. طيب المشاكل بتظهر فين؟ في ذا سيم سايد اوف ذا ريجن، واحنا فهمنا ليه. ماشي، يبقى سيربيلم سيم سايد. اول مشكله هتحصل وهي الديسمتريا. الديسمتريا يعني ايه؟ ديسمتريا يعني الانابيليتي تو ستوب الموف بارت، الموفد بارت عند الانتندد بوينت، مش قادر اوقف الجزء اللي انا بحركه عند المكان اللي انا عاوزه. تمام، دي اسمها الديسمتريا، او اللي هو بيحصل اوفر شوتنج يعني. في تو تيستس ممكن استخدمهم في الدياجنوزس للموضوع ده، ان انا اللي هو فينجر تو نوز تيست، بخلي العيان يبعد ايده كده بعيد وكده اقول له حطها على مناخيرك، المفروض ان هو يجي يحطها بسرعه من غير ما يقعد ايديه تتحرك يمين وشمال، او ان انا او فينجر تو فينجر احط صبعي واقول له يجيب صبعه على صبعي. ماشي، او الهيل تو ني، هيل ني شن تيست، ده بيعمل ايه؟ بنجيب اللي هو كعب رجله، ماشي، الكعب بتاع رجله ده يحطه على ركبته الثانيه وينزلها لحد الكعب بتاع رجله الثانيه يعني. ماشي كده، يمشيها كده على جنب رجله لحد كعب رجله الثاني. لو عمل الموضوع ده، او بمشط رجله، يمشي مشط رجله، يمشي كعب رجله على رجله على ركبه، وبعد كده على رجله على الكعب التاني مثلا، او الكعب لحد المشط، لحد الشن، مشط رجليه يعني. ما علينا، الفكره ان هو يمشي رجل على رجل، اسمه نيل او هيل، بقول نيل هيل هيل تو شن تيست. تمام كده، ده برضو ايه، لانه الموضوع فيه دقه كده في الحركه، فبنشوف هيقف عند المكان ده بالظبط ولا لا. ماشي، دي اول حاجه. وبعد كده بقى في تاني حاجه اللي هي الكاينيتيك تريمورز. يبقى انا ديسمتري وبعد كده كاينيتيك تريمورز. الكاينيتيك تريمورز دي معناها الاوسيليشن اوف الليمب حوالين الانتندد بوينت، يعني حركات متكرره كده حوالين الانتندد بوينت، المفروض ان هي بتزيد ناحيه التارجت وبتقل وقت الريست. احنا قلنا السيربيلم التريمورز دي مش بتحصل غير لما بيجي يتحرك، صح؟ لان احنا فهمنا ان هو اصلا هو اللي بيساعد وقت الحركه، فلو هو ساكت مفيش مشكله. ماشي، يبقى هي ايه، يبقى هي كاينيتيك تريمورز مش ستاتيك، كاينيتيك وقت الحركه، بتزيد لما باجي اقرب عند البوينت، ايدي تقعد تترعش اكتر وتتحرك تقرفني اكتر يعني. ماشي، طيب دي بسبب ايه؟ بسبب ان انا فقدت الدامبنج فانكشن بقى، وفكره انه الحاجه الفانكشن اللي بتمنع التريمورز بتاعه السيربيلم انا فقدتها. تمام، طيب عندنا هنا برضو البريدكشن بتاعه الموفمنت، يبقى انا كده فقدت كمان البريدكشن. لو تاخدوا بالكم هنا، دي اول كانت اول فانكشن للسيربيلم فقدتها فعملت لي الديسمتريا، تاني فانكشن فقدتها عملت لي الكاينيتيك تريمورز، تالت فانكشن لو فقدتها هيبقى عندي فيلير في سموثينج بروجريشن، او بقيتش عارفة اعمل حركة كويسة. تمام، الحركات باجي اعملها ادائها مش كويس، وبقى فيه بطء لان انا مش متوقع الحركة اللي جاية، اللي هو فكرة البريدكشن، البريدكشن اوف موفمنت، فقدت انا الموضوع ده. تمام، طيب عندنا البريدكشن دي بتبان في ايه يعني؟ بتبان، بيبوظ لي في حاجة اسمها ديس ديادو كاينيزيا، this diado kinesia معناها inability to do rapid alternating movements، يعني حركات بسرعة متبادلة، يعني ألف إيدي وأعكس ألف إيدي وأعكس كده، مش هقدر أعمل الحركة دي. تمام كده، rapid pronation and supination، دي اسمها إيه؟ this diado kinesia. طبعا الكلام كل كلمة مهمة جدا في الام سي كيو. تمام، inability to do rapid alternating movements لأن أنا مش متوقع الحركة اللي جاية. ماشي كده، طيب الحاجة التانية اللي هي الديس أرثريا.
الديس ارثريا برضو مشاكل في النطق زي اللي كانت هناك. اللي هناك كان بيتكلم سلو وكان مونوتونس صح، هنا بقى بيتكلم سلو ستاكاتو. تمام كده، سلو برضو بطيء بس ستاكاتو سبيتش او سكاننج سبيتش. الستاكاتو سبيتش او سكاننج ده اللي هو بيتكلم الكلام مقطع وفي بينه فواصل، بس الفواصل كمان irregular. يعني مثلا لو انا عاوزه اقرا كلمه استكاتو دي حتى الكلمه تحس مقطعه كده. بيجي يقول اس تك ك، بصوا وقفت الفترات اللي انا وقفتها مش متساويه، كمان ان هو بيقطع الكلمه وكمان ببطء. تمام، دي فين افرق بقى بين المونوتونس فين والاستكاتو فين. تمام، بعد كده ال decomposition of ال complex movement اللي هي الروبوت. احنا في روبوت movements، هو بيتحرك كشكل روبوت بسبب ان احنا عندنا الموضوع ده بسبب ايه برضو؟ بسبب عدم ال prediction لل next movement. لو انا ماشي فانا ماشي، انا عارف انا ماشي ازاي صح، فخطوة ورا خطوة ورا خطوة ما فيش مشكلة عندي، ومش بتوقع الخطوة التانية ايه، مش بقف عشان استنى هعمل ايه. تمام، لو انا بقى ما عنديش ال prediction ده، فانا لما اجي اتحرك هتحرك زي الروبوت كده. لما اجي ابص كده بوشي هبص ببطء 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 كده، هرفع ايدي هرفع حركات روبوت خالص، لان هو الموضوع بالنسبه له تفهمين يعني مفيش سيرفيلانس مفيش بريدكشن للموفمنت، فكل حركه بتحصل على حده، تحصل حركه وبعد كده الحركه اللي بعدها، فالموضوع بيبقى ايه شبه روبوت موفمنتس كده. بعد كده رابع حاجه، بسبب ان انا برضو مش متوقع الحركه اللي جايه، فبقى يمشي درانكن جيت. يعني لو هو ماشي بقى بيوسع رجليه ما بين رجليه والتانية، هو خايف ماشي كده بيحرك بيرفع رجل، لما بيجي يرفع رجل هو مش متوقع ايه اللي هيحصل تاني، يعني الحركة اللي هتيجي بعد دي، فبيوسع رجليه بيوسع. لما بيجي يمشي بيكيب الليجز ابارت، بيبعدهم عن بعض بحيث ان هو كده عامل بيز واسعة يعني بيز واسعة واقف عليها بحيث انه يبقى صعب يقع. تمام، يبقى درانكن جيت. اللي هناك كانت شافلنج جيت، ماشي هنا ماشي كأنه ماشي سكران كده، وموسع ما بين ايديه برضو خايف. تمام، الحاجة الرابعة احنا قلنا الثلاث حاجات اصلا اللي هما الثلاثة فانكشن ماشي، الديسميتريا والكاينيتيك تريمورز وكانت الفيلير بتاعة البريدكشن. والبريدكشن قلنا تحت منها كان اربع حاجات. تمام، بعد كده بقى المانيفستيشن الرابعة نفسها اللي هي النستجمس. النستجمس معناها ان التريمورز في الاي بولز، العين ايه عماله بتتحرك لا بتتحرك مع الاشياء. يعني هو لو جه مثبت عينه على حاجه هو مش هيعرف يثبتها، لو هو قلت له ثبتها هيقعد عينيه ترعش كده. تمام، نستجمس يعني اسمها نستجمس. طيب وبعد كده الهايبوتونيا، ماشي هتحصل هايبوتونيا. هو اصلا المفروض ان احنا عندنا ال 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 السيربيلر نيوكليوي كان بيستقبل من الكورتكس امبلس. تاني سوري، المفروض انه قلنا الامبلس يعني رايحه للنيو سيربيلوم من الكورتكس ماشي. انا اصلا واخدين ان الموتور اتاكزيا المشاكل فين؟ في النيو سيربيلوم، والنيو سيربيلوم ده كان فاسيليتاتوري. تمام، فانت كده كسرت حاجه فاسيليتاتوري فهيحصل هايبوتونيا. حلو، طيب خلاص انا كده عرفت ان في هايبوتونيا حاصله. بيقول بقى المفروض ان ده هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه اللي هو الفلوبي، فلوبي كلمة دي مهمة جدا. فلوبي الكلمة التانية اللي هي البنديولار تندون جيرك. بنديولار تندون جيرك دي عادة بتبقى في الني جيرك. فاكرين لما كنا بنيجي نخبط والمفروض رجليه تترفع او نخبط على ايده او مش عارف، التندون جيرك ده كله اللي هما الست انواع دول بيبقى عنده بندولار. بندولار شغاله زي البندول كده، يعني رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه. فلما باجي انا عاوزه اشوف ده عنده هايبوتونيا بسبب اللي هو يعني ليها علاقه بالسيربيلر اتاكزيا، ممكن اعمل له البندولار ده واشوف كده، يبقى اعرف فعلا ان ممكن يكون ده سببها، اعرف انه ده عنده نيو سيربيلر ديس اوردرز يعني وكده. تمام، دي بالنسبه للهايبوتونيا. سادس حاجه اللي هي الريباوند فينومنا. الريباوند فينومنا دي يعني بنيجي زي ما موضح في الصوره كده انه يجيب المريض ويخليه يقول له اتني ايديك اتني ايديك ماشي، والدكتور يشد ايديه على اساس ان الدكتور بيفرد ايده ويقول له انت اقعد شد قوي.
فلما يجي هو يشد، يقوم الدكتور يفرد ايده فجأة، لو هو تعبان عنده نيوتروبيلر ديسوردرز ولا حاجة، يقوم ايده خبطة هتخبط على صدره او على وشه، على حسب مكان ما هو على حسب مكان ما ايده موجودة يعني. تمام، الدكتور حاطط ايده على كتفه بحيث انه لو ايده رجعت تصد في ايده فما يخبطش وشه. تمام، المفروض ان هو بيحمي العيان يعني، دي الفكرة كلها. يبقى الدكتور بيعمل ايه؟ بيقعد بيقول له فليكس يور ارم، شد اتني دراعك، والدكتور يحاول ان هو يفرده وده يقاوم. لو الدكتور فلت ايده فجأة، لو السربيلم بتاعه كويس هيقدر ان هو يعمل ايه؟ يعمل فرامل ويوقف ايديه ما تخبطش وشه، لو مش كويس هيخبط نفسه. تمام، طيب بعد كده في فرق ما بين ده static tremors والكاينيتك tremors. الستاتيك حصلت في الباركنسونيزم، والكاينيتك حصلت في النيوسيربيلر سيندروم. عندنا دي هايبوتونيا، دي الستاتيك كان معاها هايبرتونيا وكان الراجل ناشف، اما ده فلوبي خالص هايبوتونيا. دي بتحصل وقت الريست، الستاتيك وقت الريست من اسمها، والكاينيتك وقت الحركة. بتختفي وقت الحركة، دي تختفي وقت الريست. ماشي، طيب الستاتيك بتختفي وقت النوم وبتزيد مع الايموشنز. تمام، دي من الحاجات يعني. في سؤال قدام ممكن تكونوا حلتوه غلط يعني، او ثواني انا يمكن كمان قلتها غلط. لما جيت قلت لو هو نايم هتظهر عنده الستاتيك تريمورز، الستاتيك تريمورز من تاني مش بتظهر في النوم، بتختفي وهو نايم. تمام، خلي بالكم من الجملة دي، الستاتيك تريمورز بتختفي وهو نايم. بتزيد بالايموشنز يعني، هو لو حد عصابه او بتاع التريمورز تبدأ تظهر عليه اكتر. ماشي، في الكاينيتيك بتديسابير برضو during sleep، وبتزيد برضو بالايه؟ بالايموشنز. يبقى عندنا اي تريمورز بتختفي لما يكون الشخص نايم. تمام، طيب بقية المشاكل طبعا لو حصل ليشن في الاركي سيريبيلم، انا عملت ليشن في النيو سيريبيلم ماشي، وعملنا الليجن اللي في الاول لا علاقة في النيو سيريبيلم ده اللي هو كان في الموفمنت، في الكوردينيشن اوف موفمنت، واللي هي السنسوري اتاكزيا. هنا بقى في الاركي سيريبيلم ماشي، الاركي سيريبيلم لو هو واقف، لو الشخص ده هو عنده مشاكل بقى دلوقتي وخلاص فقد الالتزام بتاعه ماشي، لان ده مسؤول عن الاتزان. لو هو واقف هيميل ان هو يقع على انهي سايد، على المكان اللي هو التعبان بتاعه ماشي كده، فبسبب ان هو مفيش حاجه بتسبورت على اليمه دي. طب لو هو ماشي هيمشي درانكن جيت ماشي، هيمشي يفتح رجليه شويه كده ويوسع في ايديه بحيث ان هو يقدر ان هو يوزن نفسه. تمام، طيب كده خلاص. المفروض في اسئله، بيقول ان ديس تيادوكاينيزيا معناها ايه؟ ماشي، وهنا بيقول ايه من دول ascending pathway بيدخل السيريبيلم عن طريق السوبيريور بيدانكل. ماشي تمام كده. thank you، سوري لو طولت وسوري لو بنهج كتير او بعطل كتير. دعواتكم، السلام عليكم ورحمة الله.